دونك عسلة من الكل، إن شاء الله تكونوا تفضل. بخير. هذه أول حاجة. أنا عبد الرؤوف الغريسي، دونك سوفت وير انجينير جونيور في إكسبانسيا. تخرجت من السيبكون بعد 3 سنين ستيكل انجينير في المال. ديما كي بتطلعوا تصاور على الفيسبوك ولا في اللينكد ان، بتطلعوا معايا اكسسنا دقائقكم اللي مكتوب عليهم الاهداف التنميه المستدامه، على خاطر ما حاجه اللي هي السورس نتاع الكرياسيون نتاع الشين يوتيوب، والحاجه اللي نخدم عليها عندي عامين مش نخدم عليها 9 سنين الجايين، اللي هم الاهداف التنميه المستدامه في اطار برنامج الامم المتحده الانمائي اللي هي اليو ان دي بي. دونك جاوا العباد هذوما قالوا عندنا برشا مشاكل في العالم نتاعنا، عندنا مشاكل نتاع بيئه، مشاكل نتاع تعليم، اقتصاد، كيفاش نجموا نعملوا ريجروبمون تاع المشاكل هذيا، نلموهم في بلاصه واحده ونخليو الشباب في العالم الكل يخدم على الاهداف هذيا. دونك انا بديت نلعب في تونس في الكومبيتيسيون تاع اهداف التنميه المستدامه، جيت من التوب 3 ومشيت مثلت تونس في الدوره في الاردن، وديما باش تراوني نخدم على جزء اهداف التعليم الجيد. ركزوا على كلمه جيد خاطر التعليم موجود في تونس، لكن كلمه جيد هي اللي نجموا نخدموا عليها ونصلحوا فيها. والعكس الثاني اللي هو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، فما العمل في تونس ما نجم نحسن في كلمة لائق ونخليوه أحسن. نغيف ما باش نحكي على اكسبانسيا بالنسبة للعباد اللي ما يعرفوهاش، هي ستارت اب اللي مازالت كي عملت لوفيت فون 20 مليون دو دولار كأكبر لوفيت فون في تاريخ تونس. نجم نقول ستارت اب ولا شركة ولا ممكن حلمة انه نعملوا ان جي او مونديال ابارتيغ من تونس. دونك السي او نتاعها اسمه كريم جويني، اكسبيريونس 10 سنين في الماشين ليرنينغ والكلاود في مايكروسوفت بين امريكا وفرنسا، والسي تي او نتاعها اللي هو الكوفونداتور كيف كيف اكسبيريونس 10 سنين في ديفلوبمون ويب وموبيل في مايكروسوفت. دونك فينالمون اون 2014 كانوا زمن الناس عندهم حلمه، اليوم بعد 5 ولا 6 سنين 5000 كليون، اشتر مليون اوتيليزاتور في الاوروب، اكثر من 30 مليون ديبونس بروفيسيونيل كل جمعه تريتي، وبرشا حاجات اخرين واللي هي فيهم 160 امبلوي و3 سياج بين باريس تونس هامبورغ. دونك اليوم باش نحكيو شنو هو السوفت وير انجينيرينغ. سو نجمو نعملو ديفينيسيون سامبل على الاخر، ديفينيسيون عند برشا عباد في تونس. دونك دبرت اليوم تاع جعفر القاسمي، تو سامبلمون ناخذ عبد يحب يدخل في الدومين هذا لاسباب شخصيه، هو نجمو نقريو برشا اتش تي ام ال، برشا سي اس اس، شويه جافا سكريبت، شويه بي اتش بي، شويه انجولار، شويه جيت هاب، و5000 تكنولوجي، ونتحصلوا على ما يسمى بالسوفت وير انجينير ولا فول ستاك ديفلوبر. اوكي كول الديفينيسيون هذيا، انا زعما صحيحه بون نجمو نعرفوها صحيحة ولا غلط، لكن نشوفوا شوية تاريخ ونجمو نبدلوا فيها ولا نموديفيو فيها ولا نحسنوا فيها. دونك تو سامبلومون كان نرجع للتاريخ نتاع البشرية، باش نلقاو البشرية في الحقاب اللي تعدت به الكل عدت برشا دي تشالنج. دونك فما مقولة نعتبرها غيرت العالم اللي هي الحاجة أم الاختراع. إنسان في كل حقبة جاوه دي تشالنج كبار، مع كل تشالنج الإنسان ظاهر للبروبلم سولفينغ سكيلز نتاعو، ولقى حلول ابهرتنا نحن اللي عايشين في العصر هذا المتقدم. كما مثلا الانسان جات حقبه ولا يحب يبارتاجي الاكسبرتيز نتاعو على الاجيال اللي جايه ويعمل حفظ للانتاج الفكري نتاعو، دونك اخترع الكتابه. تصور انت في الوقت هذاك كيفاش وصلوا عباد خموا باش يخترعوا حاجه كيما الكتيبه، يبداو ينحتوا على حجر ويخرجوا الحاجه هذه. من بعد الانسان هيز نيفر ساتيسفايد، دونك بدا يخمم كيفاش ينجم يعمل كوميونيكيشن اكروس سبيس، هو في تونس حاب يبعث المنتوج نتاعو دونك خرجوا حاجه اللي هي ماتير صنعوا منها الورق وبعد بلا الصفر ولا بالحمام ولا يبعثوا في المعلومات نتاعهم. بدات تقدم البشريه ودخلنا في علوم احصاء وفي الجبر وفي الخوارزميات، وبداوا لي كالكول ماتيماتيك يمشيوا يرزنوا، وظهروا دي تيوري كبار اللي هم مسؤولين على الحياه نتاعنا كيما الكهرباء كيفاش تدور ولا الفريجيدير نتاع الدار كيفاش تخدم. دونك المات قاعد يتقدم، لي زالغوريتم ولي كالكول قاعدين يصعبوا، والوقت ولي والانسان ولي يضيع في برشا وقت باش يعمل دي كالكول ريبيتيتيف قاعدين يتعاودوا كل يوم، والانسان ينجم يغلط. دونك ينجم تضيع ساعتين تعمل في كالكول بعد تغلط فيه. البزوان هذا خلى مجموعه من البروبلم سولفرز قالوا لازمنا نعملوا انتروديكسيون لنوسيون جديده. شنو هي النوسيون الجديده؟ اللي هي النوسيون تاع الاوتوميشن، كيفاش انا اليوم كل يوم قاعد نعاود في نفس الكالكول ونجم نغلط فيه، لازمني حل ماشي في كاس الحكايه هذا. صنعوا ماشين ياسر انتليجونت وياسر بويسونت اسمها لوجيناتور. لوجيناتور هذا تعطيه الكالكول نتاعك تبرمجه يخرج لك اللي حاجتك بيه في وقت صغير على الاخر. دونك تقدم الاورديناتور، تقدمت الانترنت، ظهر الريزو، ظهرت برشا دي سبيسياليتي، والكتيبه على حجر هذيك ولات في شي وورد اللي هو لوجيسيال صغرون تحلو في البيسي نتاعك. ممكن ما نعطيوش نحن برشا قيمه، لكن كان ما ظهرش الكتيبه ممكن الوورد عمره ما كان يظهر. كيف ظهر الاوراق صنعنا دي زارشيف، واليوم الارشيف هذوما ولا جوجل درايف، والترويج في وسط الارشيف نعديو في سويع، ولا اليوم كنترول اف ننزلوا عليها نحتقروها نحن الكنترول اف. اما تخيل روحك اليوم ما زلت
دور في الارشيف باش تلوج على ليني تاع كود. وكان الحمام اللي كان يهز في جوابات ولا تو سامبلومون تلقى اتش تي ام ال اسمه بوتون وبعدين بوتون صغيره سان تنزل عليها تبعث ايميل لجابون وانت لهنا في تونس. اذا نقول لك زاد اللي الكالندري والوقت اخترعناهم واكتشفناهم قبل ما البي سي يظهر. دونك جاي بريود تصور روحك تعيش اليوم من غير كالندري ومن غير وقت. تخيل روحك تعيش من غير كالندري وماكش عارف روحك فين نهار وفين وقت وفين الساعه واش باش تعمل من بعد واش باش تجي وكيفاش تكمل حياتك. لهنا تخليك تفهم فما حاجتين، فما دو نوسيون ديفيرونت لازمنا نفرق ما بيناتهم. اللي المشكله اللي عرضتنا لقينا لها حل. الحل هذا بوجود الكولوجيناتور عملنا له اوتوميشن باش ولا اليوم كالساعه الرمليه هذيك القديمه على الاخر ولات سمارت ووتش ندخلوا بها للبحر ووتر ريزيستنت وكل شيء نستعملوا فيها. خليك تتسائل زعما كان ما اخترعناش الساعه الرمليه وما اخترعناش الكالندري تجي نهار يلقى عندنا سمارت ووتش زعما كان ماشين بويسونت الاورديناتور هذاك اللي صنعناه لو كان ما فماش نوسيون تاع وقت باش نجي نهار ونخمو نصنعوا سمارت ووتش ولا نصنعوا كلاود. الاجابه السامبل اللي انا نتصورها اللي هي اللي دونك ما صنعتش الحل الاصليني ماكش باش نجم تعمل له اوتوميشن واللي هي حاجه ايفيدونت على الاخر. دوك لهنا ممكن التاريخ اللي حكينا عليه توا يخلينا نعاود نعرفوا السوفت وير انجينيرينغ ولا العالم الديجيتال نتاعنا نتاع اليوم الكل اللي هو يخليك نجم تقول اللي السوفت وير انجينيرينغ هو مشكله باش تواجهك في حياتك اليوميه. فما حتى سوفت وير موجود في العالم ما تبنيش على مشكله وما تبنيش على بزون كيما الوورد كيما الاكسل كيما الجوجل ماب اللي اليوم تحلها تمشي بها من تونس لقليبه من غير ما تعرف انت حتى كيس وحدك راه متخلقوا على خاطر مشاكل تعيش فيها البشريه. بعد ما تعرض لك المشكله هذيا تشوف في تاريخ الكالندري ولا الموجيلا ولا اي اختراع فما اكيد انسان مشي قاعد ممكن مقابل بحر ولا قدام جبل وقاعد يكسر في راسه يعمل في برين ستورمينغ باش خلط للحل هذاك. من بعد يمشي تو سامبلومون باش يبدا يخنتب على ورقه ويكسر في راسه الحل هذا مشى ما مشاش يحاول يلوج دي يوز كيس ما كوفرهمش يحاول يلوج دي كورنر كيس. اون فوا سي بون ولا ساتيسفي على السوليسيون اللي لقاها باش يقول اوب تو انا عندي صحابي ويخدموا معايا خلينا نمشي نبارتاجي معاهم الحل اللي لقيته خلينا نثبت اسكو فما دي كاليميت ما ريتهمش اسكو فما دي اوبتيمايزاسيون نجم نعملهم اسكو ديجا السوليسيون تاعي تخدم ولا لا خاطر نجم يكون فاتتني حاجه وكي نقرب برشا للسوليسيون راه نجم حاجات ما عادش تشوفهم. دونك البارتاج مهم على الاخر ومهما تكون انسان قوي برشا وحدك راه البارتاج والعباد تخدم معاهم باش يعملوا انفلونس على الروندمون تاعك. بعد ما نعملوا لي كاتر ايتاب هذوما الكل شقعد قعدت الاوتوميشن كيفاش باش نتعداو مع الساعه الرمليه للسمارت ووتش يجي الانترين تاع الكمبيوتر البي سي كيفاش باش نحكي مع البي سي لازمني دي لونغاج دو بروغراماسيون ولا دي لونغاج عاديين. دونك نمشي نتعلم كل اتش تي ام ال والسي اس سي اس اس وجي اس وبي اتش بي ولونغولار والجيت هاب وكالخرم هذاك الكل. دونك هنا اللي استنتجته وانا في الاتيود اللي عملتها مع اليو ان دي بي اللي نحنا نقتصروا على التعريف نتاع الفاز الاخرانيه ونكزوا في الليتاب الاربعه الاولانيين. دونك خلينا نصنعوا عباد ينجموا يدبروا خدمه لكن الخدمه تنجم تكون ماهيش عمل لائق تنجم تكون عمل اوكي لكن ماهيش لائق وماهيش قد الطموحات نتاع الانسان. هذاك علاش كي حكينا على البروبلم سولفرز اللي لقاو برشا حلول للبشريه يجي نفهموا علاش الريكروترز يحبوا البروبلم سولفرز هذوما ويحبوا العباد الكومبيتيتيف. وشنو هو ساعة البروبلم سولفر في حد ذاته؟ البروبلم سولفينغ هو رياضة ذهنية انه يعطيك مشاكل، مشاكل هذوما ينجم يكونوا في حياتك. كيما مثلا لهنا مشكل صغير على الاخر عندك دار، هذا بروبلم من كود فورسز بعد نحكي لكم عليه، عندك دار وعندك زوز عطارة بحذاك. يقول لك انت تجي تمشي للعطار الاول ما تلقاش عنده القضية تمشي للثاني ولا تمشي بالعكس. دونك اعطيني البلو كور شما. لهنا سواء تمشي من العطار الاول للثاني وبعد ترجع من نفس الشمع وتمشي للعطار الثاني ولا تمشي تو سامبل مو في الثنيه الثانيه اللي فيها 30 اكزامبل سامبل على الاخر نجم يعرضك حتى في حياتك زعما نمشي الكارفور قبل ولا نمشي المونوبري ولا من المونوبري ندور على الرومبوان ولا نرجع من الفو عاد على الاخر. البروبليم هذا باش تحلو لازمك تحترم ثلاثه حاجات. اول حاجه الوقت اللي لازمك تخمم فيه. دونك مثلا كان كارفور يسكر في 8 لازمك تخمم فيه دراج سينو كي خممت من بعد سي بون ما عادش دخلت عليه يسكر. ولازمك السوليسيون تاعك تكون اوبتيمال. دونك عندك بي سي، بي سي هذاك عنده ران تايم، كذا قال لك حل لي السوليسيون تاعك لازم ما تفوتش سكوندا، لازم ما تفوتش سكوندا. والاسبي الثاني اللي هو الميموار، بي سي تاعنا عنده ذاكره، دونك لازمك تعمل سوليسيون تحترم لي كونترانت هذوما. هذا اش معناها بروبلم سولفينغ. تو اذا جيو دو بروفيل في ريكروتمون، جي بروفيل الاولاني نحكيو تو على الفريش جراديويتد اسونسيلمون، ومن بعد تعرفوا اللي حتى في جوجل وفيسبوك وامازون يستعملوا التكنيك هذايا حتى في السينيور. دونك جيوني دو ستاجير نعطيهم تيست كودينغ جيم ولا نعطيهم اي تيست. الانترن الاولاني باش يجيني في ديفلوبمون ويب حاطط لي بايثون على جي اس على جافا على بي اتش بي على انجولار على رياكت على الدنيا الكل.
اما في الالجوريثم وفي داتا ستراكشر كي نعمل له انترتين ما نلقى حد شيء. يجيني بروفيل واحد اخر في الديفلوبمون ما يعرف حد شيء، تاج اتش تي ام ال ينجم يكون ما يعرفوش، يجيب حد شيء في الديفلوبمون يجيب 10%، بار كونتر في الالجوريثم وفي داتا ستراكشرز يجيب 90 و80%، ويبدا عنده نولج في لونجاج برك، يجيني بالسي وبالسي بلس بلس وشويه بروجراماسيون اورينتي اوبجي. اللوجيك يقول لي نحن لو جو في ديفلوبر هكا ولا لا ياك وعينا مغمضه باش ناخذ الاولاني، اش نعمل بيه الثاني؟ انا يعرف لي كان سي وانا حاجتي بال اتش تي ام ال والسي اس اس وكل شيء. والمفاجاه الكبرى انه ريكروتوري ريكروتي الثاني ويخرج هكا الاولاني يبدا يسب في الشركه ويقول انا خادم 50 بروجي في الجيت هاب وعلاش ما قبلونيش وظلموني وذاك بالمعارف وكل شيء. تريجي نعملوا اناليز علاش قبلنا الثاني. اذا ناخذ مع بعضنا اكزامبل سامبل، هذا دي جراف دايركتد جراف. دونك عندي ديجراف هذا فيه دو نو، النو الاولاني هو عبد يعرف لي تكنولوجي الكل، والنو الثاني فيه عبد يعرف لي زالغوريثم و داتا ستراكشرز. لازمك تعرف اللي لي ريكروتور عملوا دي ستاتستيك ويعرفوا حتى باي دوينغ كي خالطوا لي ديفلوبر. يقول لك كي يجيني واحد عنده لي تكنولوجي ونحب نرجعه بالتوالي باش يحسن في الالغوريثميك نتاعو، يا خولي تي وقت تي هذاك خليه ابستري، خليه 1000 2000 ساعه 3000 ما يهمنيش فيه. لكن بار اكسبيريونس يعرفوا اللي كي تجي به في الالجو في الداتا ستراكشرز الوقت باش يهزك تتعلم لي تكنولوجي اللي هو تو سامبلومون سنتاكس مع حاجات اخرى. مثلا كان كنت جديد في جافا سكريبت عادي ما تعرفش لي زيفيرمون، عادي ما تعرفش لاجاكس عادي على الاخر كان كنت ما قاري كان الجو. لكن يعرفوا اللي الوقت باش تمشي منه هذا لانه الاخر يتكلف اقل وقت من السونس الاخر، هذاك علاش الجراف نتاعنا دايركتد. ناخذ اكزامبل سامبل، اذا انت خادم برشا سي بلس بلس تعرف تكتب بوك الفور تعرف تستعملها، باش تمشي لجافا سكريبت يكفيك باش تعرف لي جافا سكريبت لو ديناميك موتيبي، ما عندكش انت سترينج وشار جست تحط فار وتعدل على روحك. بالنسبه للسنتاكس الاخر هو بيدو، هنا قاعدين نتفرجوا فيه قدامنا نفس السنتاكس. به علاش تحبوا البروبلم سولفر؟ كيما قلت بكريك البروبلم سولفر يستني يستخدم تحت دي كونترانت نتاع وقت نتاع رانت نتاع سبيس، ويتليع من حاجه اسمها العباد يتفرجوا فيها في البروبلم سولفر، يتليع من حاجه اسمها التايم ليميت اكسيدد وميموري ليميت اكسيدد، يتعقدوا منهم. دونك تتبني فيه كاركتير يخليه يهتم بالبرفورمانس. اش معناها؟ معناها فما دي بروفيل يجيك معبي جيت هاب ومعبي ديفلوبمون، وكي يجي في الانترتيان تاع البروبلم سولفر سولفينغ يحطم روحه باجابات متسرعه. نقول متسرعه خاطر ينجم كان يخمم شويه ينجم يلقاها. ناخذ اكزامبل سامبل على الاخر في كيستيون يجيك في حتى جوجل كان تمشي تبوستولي نجم يجيك. هذيك تابلو في 4 اليمون 2 7 11 15 نقول لك القى لي 2 اليمون في التابلو هذا السوم نتاعهم ايجال التارجت اللي هو في الاكزامبل هذا 9. البروفيل يبدا ما عندوش بروبلم سولفينغ ويكون متسرع خاطر نجم يكون بلاش بروبلم سولفينغ، كما كان يخمم وقتها تلقى الحل. معناها اجابته تكون هكا، وهذا التيست عملته على 20 عبد، زوز بركه جاوبوني بالاجابه اللي باش نحكيها من بعد، 18 واحد جاوبوني بالطريقه هذه. سهله ذي سهله على الاخر. تنشوف لي بير الكل ولي بير البير اللي السوم نتاعو ايجال التارجت نتاو نرجعو. اوكي انتريسون، تقول له زيد خمم شويه تلقى شي حل من خير، تحب تسال حاجه يقول لك لي امريك. البروبلم سولفر ماهوش باش يجاوبني على السؤال نتاعك، باش يسالني دي كيستيون، باش يقول لي اسمعني قداش السايز ماكسيمال تاع التابلو نتاعك؟ باش نقول له انا اوكي كيستيون بيس لابيس. بعد باش يغزر يقول لي اسمعني هنا باش نجاوب نقول له اوكي من الاول اون سيبوز لي تابلو ماهوش تري. اوكي باه باش يعمل هو لهنا تو سامبلومون باش يقول لي اسمعني سوليسيون بازيك على الاخر انا اون جينير لي بير الكل مريقل، اما راهي السوليسيون هذايا حكم اللي انت قلت لي التابلو نتاعها ديمونسيون نتاعها 10 لا بويسونس 6 باش تجي الكومبلكسيتي نتاعها او دو ان كاري، ونحن نعرفوا اللي بي سي عادي راني ما بين 10 بويسونس 7 و 10 بويسونس 9 اوبيراسيون في السكوند. دونك سوليسيون هذه 10 على بويسونس 12 راهي ماهيش فيزابل. اوكي باش نقولوا انتريسون، باش يقول لي ما عندي حل، شنو رايك ناخذ التابلو نتاعي ون سيبوز لي هو ماهوش سورت، نعمل له الجوريثم دو سورت الكومبلكسيتي نتاعو باش تكون او دو ان لوغ ان. باهي نقولوا متفاهمين، باش يقول لي اش رايك تو كان فيكسي كل مره اليمون من التابلو اون او دو ان، دونك باركوري التابلو نتاعي الكل كل مره نفيكسي اليمون هذا او دو ان. كمل نقول باهي، يقول لي نحن نعرفوا اللي في المات كي تبدا عندك ايكواسيون فيها دو انكونو ما تنجمش تحلها الا ما تشوف لي كومبينيزون بوسيبل الكل. دونك لهنا عندي سوليسيون في اكس واي على تارجت اكس واي غنكون جوج ما نجمش نحلها، مي نحنا فيكسينا اليمون في التابلو بالاو دو ان ولات ليكواسيون تاعنا ايغال اي ايغال تارجت موينز اكس التارجت ايغال 9 والاكس هو الاليمون اللي كل مره باش نفيكسيه في التابلو او دو ان نتاع. انتريسون، دونك ولات عندنا فونكسيون انا كونيو برك. شنو قاعد نعمل تو؟ نجم نمشي للتابلو نتاعي وبحكم اللي انا رتبته نعمل عليه باينري سيرش
ولا وجا كان ليليمون سبعه في التابلو نتاعي، والباينري سيرش تكلف عليا او دو لوغ ان. دونك خرجت بسوليسيون فينال او دو ان لوغ ان اللي عملت بها السيرت. من بعد عندي او دو ان باش فيكسيت كل ليليمون، في وسطها هي فما لوغ ان اللي هي السيرش. دونك لهنا الكونديدا شنو يعمل بالضبط؟ وراك اللي هو يفهم في الكومبلكسيتي، وراك اللي هو يهتم بالبرفورمانس، ما يبداش كودي وهو ما يهموش في الشركه قداش باش تكلف عليها، خاطر كل ابيل ابي ولا كل اوبيراسيون زاد اللي تكلف للشركه فلوس على الكلاود. وراك اللي هو يعرف الباز نتاع المات، يعرف ليكواسيون دو زانكوني ما تحلش، يعرف السورت، يعرف الريشيرش بينير، يعرف الكومبلكسيتي، يعرف اللوج، يعرف برشا حاجات. دونك لهنا الكونديدا ذي ما تنجمش انت تروفزو، حتى كي ما عرفش التكنولوجي تعرف السيد ذي كابابل انه الجور اللي يتعلم التكنولوجي عنده ما يعطيك، يزيد نقدم معاك القدام. كونديدا هذايا باش يقول لك انت قلت لي تابلو ما اشتريه، بينا جبي سوبوزي لي تابلو تري ونجم نجيب لك تكنيك طيح لك في الكومبلكسيتي. شنو رايك انت توا اللي نستعمل تكنيك اسمها تو بوينترز؟ دونك لهنا تابلو نتاعي تري باش نحط بوينتر على اول اليمو، بوينتر على اخر اليمو، ونعمل السوم نتاعهم، نعمل 2 بلس 15 نقارنها بالتارجت. اذا السوم هذيك اكبر من التارجت شنو باش يصير؟ باش يصير تو سامبلومون اني نحاول نصغر في السوم. كيفاش نصغر فيها؟ البوينتر اللي من الاول اللي هو يبونتي على اليمو الكبير نحاول نهبطه. دونك نحرك البوينتر الاخراني نهبطه على 11. فين ما 11 قداش؟ 13 اكبر من 9. لا لازم نزيد نهبط، اوب نهبط للسبعه. 2 بلس 7 ايجال 9، خلطت للتارجت نتاعي اون او دو ان. لهنا الكونديدا الثاني بدرجتنا نحن نقولوا فتق الكونديدا الاول من بعضه، معناتها حتى شانس باش تقبل معاه في الانترتيان. اذا ما تعرفوش معناها تايم كومبلكسيتي، اش معناها بيج او نوتيشن، اش معناها تو بوينترز، اش معناها باينري سيرش، عندي فيديو في اليوتيوب اسمه تايم كومبلكسيتي بيج او نوتيشن، نجم تفرجوا فيها 24 دقيقه نجم يفسروا لك الكونسيبت هذا الكل. باه نعرفوا نحن اللي البروبلم سولفر ان فوا تعلم الجافا سكريبت ولا كود ويب وسيرفيس عمره ما باش يكتب لك كود كيما هك. الكود هذا برشا عباد قاعدين يقراو فيه تو، نتصور نورمالمون ما في حتى مشكله. عندي فونكسيون اسمها جيت يوزر باي اي دي، حسب ما تقرا الاسم نتاعها اللي هي مسميه اسم سينيفيكاتيف، باش تمشي للباز دوني تعمل سيليكت توال فروم يوزرز وير اي دي ايكال اي دي، تجيب لي اليوزر اللي عنده الاي دي هذيك. باه من بعد نحب نخرج منه النيم، نخرج الايج، نخرج السيتي، نخرج الكانتري. الكود هذايا ريتو مرتين في الفيسبوك، فما شكون مهبطو في جروب يسال على معناها حاجه خاصه به، مي لاحظت اللي فما برشا عباد كي عملوا ريفيو حد ما قالوا لك تعمل في ديزوبيراسيون زي دي. البروبلم سولفر في الكا هذايا يعمل ابيل بركه للفونكسيون، تو انت اليوزر نفسه تجيب فيه، علاش تكزيكوتي في نفس الركيت اربع مرات في الباز دو دوني؟ هذاك نفس اليوزر ونفس الاي دي نفس المعلومه قاعده تجيب فيها. دوك هذه حاجه ريال على الاخر، ممكن فما برشا عباد تستبسطها يقول لك هاكو نفس الحكايه، يعني في نفس الحكايه، ما هذا يتكلف فلوس على الشركه، كجرد الكاتر ابيل جيت يوزر باي اي دي يكلفوني فلوس انا كشركه، وحاجتي باللي يعمل لي جيت يوزر باي اي دي مره برك. باه نزيدو نقدمو اكزومبل اخر في اونترتيان، يجيك في اونترتيان كونديدا تقول له يكتب لي فونكسيون ريكورسيف اكزومبل سامبل فاكتوريال. صدقني فما دي كونديدا جيت هاب معبي ب 20 30 بروجي كرود ما يعرفش يكتب لك فونكسيون ريكورسيف. باه اون سيبوز يكتبها يكتب الكونديدا يكتب الحكايه هذه. باه دونك الكونديدا كتب الحكايه هذه تقول له يعطيك الصحه احسب لي فاكتوريال دو 5. باش يقول لك 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1 فوا 1. يعطيك الصحه احسب لي فاكتوريال دو 6. باش يقول لك 6 فوا 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1 فوا 1. باش تقول له لاحظت شي حاجه؟ باش يقول لك ما لاحظت حتى شيء. بار كونتر بروبلم سولفر نفس الكود هو بيدو باش يزيدو من الفوق ميموريزاسيون. اش معناها ميموريزاسيون؟ كي تحسب لي فاكتوريال دو 5 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1 فوا 1 ماك حسبتها انت سي بون امشينا خويا خبيها المعلومه هذيك، خبيها فين تحب انت، خبيها حتى ورقه وستيلو، امشي اعمل تابلو اسمه ميموريزاسيون، حط ميمو دو 5 ايكال 120. كي نقول لك من بعد احسب لي فاكتوريال دو 6 ما تعملش كيما الاولين يتعود لي 5 فوا 6 فوا 3 فوا 2. عندك الفاكتوريال دو 5 ولا لا؟ تعرف الفاكتوريال دو 6 ايكال 6 فوا فاكتوريال دو 5 و5 حاسبها، عمل لي 6 فوا ميمو دو 5 واخرج على روحك يرحم والديك. هذايا اللي نتاع كود يزيدها كونديدا يفك بلاصتو في اونترتيان. واضح؟ ما نجمش نزيد نحكي برشا في ديزيكزامبل، نجم نقعدوا للصباح نحكي لكم في ديزيكزامبل وما نوفاوش، مي اللي نجم نقوله لكم اللي نجم تتابعوني على اليوتيوب، عندي 17 فيديو نتاع دايناميك بروجرامينغ تتعلم كيفاش تعمل البروغراماسيون ديناميك، عندي فيديو على الريكورسيفيتي كيفاش معناها ستاك اوفر فلو مش السيت راهو. فما حاجه اسمها ستاك في البي سي وفيها كل ستاك، وفما ستاك اوفر فلو انه ستاك نتاعك تنجم تفيد كيما كيس تاع الماء. سي انتريسون انك تعرف الحاجات هذيا. واذا بكري كي قلت دي جراف غزرت لصاحبك بحذيك قلت شنو هي هاد دايركت جراف، جو فو كونسي تعرفوا على تيوري انتريسون تاع الاخر اسمها تيوري دي جراف.
اليوم الجوجل ماب اللي تستعملوا فيه يعطيك البلو كور شمال، يقول لك هذايا فيها سيركولاسيون وهذايا ما فيهاش، يخدم بالتيوريا هذايا، التيوريا هذايا عظيمة على الاخر، وحتى الماشين ليرنينغ وديب ليرنينغ قايمين عليها. به فما حاجة تو انتريسونت على الاخر باش نحكي عليها، تلقاها عند البروبلم سولفرز. انت تو تخدم في شركة، يجيك كليون يعطيك كاي تشارج، الكليون اللي يعطيك الكاي تشارج نجم يكون خضار، نجم يكون عطار، نجم يكون مولا قهوة. السيد هذا ما يفهمش في الكود، يفهم اللي هو عنده بزوان دو فاكتوراسيون مثلا، يقول لك اعمل لي لوجيسيال يعمل لي اكس واي، لكن ما يفهمش كود، يعطيك كاي تشارج مكتوبه بالفرنسي ولا باللونجلي. البروبلم سولفينغ بحكم اللي هو يعطيك من الاول ديما في لينونسي كيما وريتكم بكريك نتاع الدار والعطار يمين ويسار، يعطيك ديما ديسكريبسيون، وانت ماك ديسكريبسيون باش تحاول تخرج سوليسيون تكنيك. واضح؟ دونك التكنيك هذايا انتريسونت على الاخر في الخدمه، انك ابارتير من كاي تشارج تنجم تتعدل ما يسمى بالتكنيكال سبيك ولا كاي تشارج تكنيك. دونك تحاول ماك الكتيبه تخرج لنا يو ام ال ولا ديزاين ولا تقول لنا هاي السوليسيون تاعنا كيفاش باش تكون، باش نعملوا باز دوني، باش نعملوا كلاسيت هكايا، باش نعملوا دي ريلاسيون وخماز هذيك الكل. الانتريسون في التصويره هذيك من جوجل، انا كان نشوفوا لهنا بزنا بالبي سي فما ورقه وستيلو اللي هي اللي حكيت فيها انا بكريكا، راه الورقه وستيلو قبل البي سي. شنو داتا ستراكشرز؟ برشا عباد ما يعرفوش معناها داتا ستراكشرز او ما يسمى بهياكل البيانات بالعربيه نتاعنا نحنا. باه يجي نعمل مقاربه، الماء هي اساس الحياه ولا هو اساس الحياه اللي نحن نعيشوا به في حياتنا اليوميه. الماء هذايا يتخزن بخلف بطرق مختلفه حسب الكونتكست نتاعو. دونك اذا انا نحب نعمل شربه صغرونه عطشان شويه في الدار، باش نعبي كاس ماء نعمل شربه نتاعي ونرجع على روحي. اذا انا ماشي نترينا ولا ماشي كامبينغ ايزلي على الاخر باش نمشي ناخذ ابو زماء، خاطر الكاس اول حاجه في الكرتبه باش يفيدني، دونك لازمني كونتينر يتسكر، وثاني حاجه الكونتيتي اللي في الكاس شويه ما تكفينيش تاع نهار، دونك لازمني دابو زمان. واذا لا قدر الله باش خص علينا الماء كما العاده، سحق بطيه، البطيه لازم تكون تتسكر باش ما يدخلش فيها حشرات والماء يفسد، ولازم البطيه تكون كبيره باش تشدني نهار ونهارين. تخيل روحك باش تعمل شربه ماء تمشي تاخذ بطيه، دونك باش تاخذ بطيه تكلفك اكثر فلوس، دونك عملت غاسبياج نتاع ريسورس. ثاني حاجه باش تستوكي البطيه في الدار لازمك تخسر كوان، لازمك كوان على الاقل متر مربع باش تحط فيه البطيه هذيك، دونك خسرت فلوس وخسرت سباس في الدار نتاعك. هيك البيانات ولا البيانات في حضرتها اللي هي الداتا هي اهم حاجه في العالم الديجيتال. الداتا هي اهم حاجه في حياتنا اليوم، كل شيء احنا العباد كارقام يعني تشوفوا معناها. دونك لهنا بالحق رد بالك ومازال عندكم الوقت باش تتعلموا، مش نحكي لك فيه معناها راك انت ما ساي فات عليك الفوت، بالعكس الجمعه تكفيك باش تبدا تكتشف معناها. تدخل في اونترتيان في شركه تحترم نفسها بيان سور، ونحكي توا في الكلام اللي نحكي فيه زي معقد شويه، نحكي العباد عندها امبيسيون كبيره بسخره البعيد. كي نحكي وورد ونحكي سمارت ووتش ونحكي جوجل ماب، راني انفيزي في عباد عندهم امبيسيون كبيره باش يخدموا في شركات كبار. تنجم تقول لي تحكي فيه كله حكايه فارغه، ونجم نخدم ديفلوبر اتش تي ام ال وسيس، نقول لك اوكي سامحني راك كلامك صحيح، اما راني مش هذا الليفل اللي قاعد نحكي عليه انا في البرزنتاسيون هذه. صعيب راك تجي لونتروتيان من غير نولج على داتا ستراكشرز، دونك او موان تعرف ستاتيك اريز، ديناميك اريز، ماب، انوردرد ماب، سيت، ملتي سيت، كيو، ستاك، تعرف تلعب بلي بوينتر، تعرف التري، تعرف الجراف، تعرف ستراك، تعرف بروجراماسيون اورينتي اوبجي، تعرف كيفاش تقرا كي تشارج وتقول هذا بروبليم دو مابينغ وراني باش نستعمل الماب، وتعرف تقرا كي تشارج تقول هذايا بروبليم نتاع كيو ولا الكيو راهي كومبلكسيتي نتاعها عاليه باش نستعمل برايوريتي كيو، ولا راهو الماب ما نسحقش سورتينغ وبريوريتي ونسحق ان اوردرد ماب باش نستعمل ان اوردرد ماب. راهو سكيل طيار على الاخر اقوى ما كان الاتش تي ام ال والسي اس اس والخماد هذيك الكل. باين تعدى نعاودو ناخذ جراف واحد اخر، دايركت جراف واحد اخر. اون سيبوز جوني دو كانديدا، الكانديدا الاولاني يعرف يخدم بالماب بالجافا، يعرف كان جافا السي في نتاعو في كان جافا كهو، وانا ستاك نتاعي في شركه سي شارب ولا جافا ولا سي بلس بلس، ايش نعمل تو انا داير نخدم سي شارب هو جايني بالجافا ايش نعمل به؟ قبل ما نقول الكلام هذا لازم نشوف شنو عنده سكيلز. اذا السيد مثلا يخدم مليح بالماب، خدم برشا بروبليمات في كود فورسز ولا في ليد كود، وانا نستحق السكيل هذا، نعرف اللي هو 10 دقائق يكفيه باش يمشي للانترنت يكتب يا ستاك اوفر فلو يا حمول ديك شنو الايكيفالون تاع الماب في سي شارب، راني نخدم جافا. تكون سال السؤال قبلك عنده 12 سنه و4 اشهر باش تهزك السنتاكس في 10 دقائق تك تكتبها تخرج بالماب على روحك. بار كونتر كونديدا عنده سي شارب سكيلز افونسي مو افونسي ريلاتيفمون، معناها يعرف يكتب سي شارب نقول، لكن ما عندوش داتا ستراكشرز نولج، يعرف كان التابلو ستاتيك هكا. انا نعرف اللي هو تكفيه جمعه، مش تكفيه لازم جمعه ولا اكثر من جمعه باش يمشي الاي 2 جي
يدخل للهاشينغ تاك يختار بروبلمز مكا 76 الموجودين، يخدم لي 10 15 بروبلم باش يولي فيق ما بارتير من التكست لازم يستعمل للماب. كان باش يضرب جمعه في الماب وجمعه في الستاك وجمعه في الكيو كل مره باش يقعد الى ثيرابي، حاجه انتريسونت الانتربريز معموله باش تتعلم في وسطها. لكن كان يجي كونديدا فرد عمر معاك وفرد فرد بوست راه باش يفك لك البوست. اوكي حتى كان مول الشركه يحب يعاونك ويحب يخدمك، لكن في المهم عنده بوست برك فاكون وجاي الاخر يعرف الداتا ستراكشرز باش يبجلوا عليك، حتى كان عندك HTML وCSS وعندك خرمه ذاك الكل. به اذا تحبوا تعرفوا اكثر ديتيلز على الداتا ستراكشرز عندي بلاي ليست في اليوتيوب فيها اللي حكيت فيه هذا الكل من الماب للكيو للستاك تلقاو فيها الديتيلز هذوما الكل. اون سي بلس بلس نيفر مايند باللونجاج، خذ اللوجيك وبعد امشي لجوجل قول له إكيفالون تاع الماب في السيب في الجافا يعطيك يجاوبك في 10 دقائق. بيتو كيفاش نولي بروبلم سولفر اللي حكيت لكم هذا الكل، ان شاء الله ما نكونش طولت وان شاء الله ما نكونش عقدت الامور، مي هذا اللي لازمني نحكي. بوكس الكتب حاجه انتريسونت على الاخر، فما زوج كتب انا قريت الاولاني كامل اللي هو كومبيتيتيف بروجرامينغ 3 والثاني قاعد نقرا فيه تو، قريت فيه مقتطفات بال في البي دي اف وتو شريته اون بابي خاطر القرايه بالبابي خير برشا من البي دي اف، اللي هو الجوريثمز illuminated في كاتوم كتاب انتريسون على الاخر من حتى الاولاني راهو كتاب خشين برشا، نصحكم تقراوهم وما تقوليش تروتار وما عادش نخلط ودخلت نخدم وما عادش عندي وقت. اشري الكتاب هذا اقرا منه صفحتين كل يوم ارجع لي بعد عام تنلقى كملته. واضح. الحاجه الثانيه اللي هو ديسيت سور انترنت كود فورسز، ادخل اعمل لي طلع جيكس فور جيكس، ادخل اعمل لي طلع ليت كود فرنسا يو اي، فرنسا يو اي هذا معمول للليسيان في فرنسا، اما بصراحه واحد من غير ما يكذب على روحه ليفل نتاع الليسي في فرنسا اقوى من ليفل نتاع الفاك في تونس، دونك اعملوا طلع على فرنسا يو اي. كومبيتيشنز اذا تقرا في فاك فيها كلوب اسمه اس ام، امشي في سبتمبر كي تحل القرايه امشي اعمل معاهم ادخل معاهم قول لهم نحن ندخل معاكم. فما كومبيتيشن اسمه تي سي بي سي العبوا فيها، حتى كان ما عندك حتى نولج امشي العبوا يجي الاخراني تاع العام اللي بعده ترجع تجيب كنزين بلاس والعام اللي بعده تتهزها. تدخلوا الفاكيت عندكم كلوب اسمه ايتروازو امشي ادخل معاهم، وعندهم كومبيتيشن اسمه ايتروازو اكستريم العب فيها شارك فيها ويجي الاخراني مثال شو العام اللي بعده تتحسن روحك. جوجل تركريتي ابارتير من البروبلم سولفين، ما يهمهمش في التكنولوجي، يعرفوا لي تكنولوجي اليوم عندك سي شارب سي تغدو يهبط لويت والنوف باش تقرا هكا ولا هكا ماكش باش تقص القرايه في التكنولوجي. البروبلم سولفينغ ياخذ وقت باش تتعلمه، يعرفوا اللي هو بلو كوتو اون تيرم دو تون. فيسبوك تركريتي بالبروبلم سولفينغ عندهم كومبيتيشن اسمها فيسبوك هاكر كاب، جوجليوها عندكم ما باش تتفرجوا. فينالمون يوتيوب شانلز ننصحكم تبعوا العباد اللي في الموند بروفيسيونيل، ما نحبش نقول ما تبعش عباد فيك، لكن هذوما العباد اللي باش نحكي عليهم تو تبعوهم وتو وحدكم تو تبعدوا على عباد اخرين ممكن كنت تتبعوا فيهم يعطي في حاجات غلطه. سيس دوجو ابوني وتفرجوا مبدع على الاخر. لايف ات جوجل تحب تشوف جوجل كيفاش تركريت، تحب لي كيستيون اللي يجيو في جوجل، تحب تولي تخدم في جوجل نهار اخر كيما انا نحب نخدم في جوجل نهار اخر وان شاء الله يجي نهار وواحد يخلط يخدم غاديكا. شوف جوجل كيفاش تركريت، ابوني روحك للشان هذايا. كليمون هذايا وحش اكس جوجل واكس فيسبوك وتوا لانسا الجو اكسبرت سيرمون عرضتكم في اليوتيوب ببليسيتي. كيني تولكس كود هذا مازال كيتخلي يخدم في جوجل ويبارتاجي البروبلمز اللي والتوبكس اللي حلهم باش كيعدى اونترتيان جوجل اللي هو ياسر صعيب على سيت تاب ظهر لي تقبل غاديك. وفينالمون ارابيك كومبيتيتيف بروجرامينغ هذا واحد مصري تبارك الله عليه، حكيت عليه ديجا في اليوتيوب نتاعي قبل، ننصحكم تدخلوا تعملوا طلع على الشين يوتيوب نتاعو. اذا تلاوش في كونتينيو بالدرجه التونسيه حتى نحن بدينا في شين يوتيوب نتاع كومبيتيتيف بروجرامينغ تولك حكينا فيه على اكثر ديتاي في البروبلم سولفينغ مع مهدي شيخ روحه اللي هو التونسي كيف وكيفكم بدا في البروبلم سولفينغ في تونس ماهوش عبد معناها جاي من الفضاء كيفكم كيفو. وصل كود فورسز ماستر هز بريمير بلاس في تي سي بي سي الفيرسيون اللي فاتت وصل اول واحد تونسي في كود فورسز وجاي دوزيام بلاس في تونس في ليتروز اكستريم و49 في العالم 49 في العالم راهي في الدومين هذا ماهيش سهله. به اذا تحب بنسير اكثر فيديوز تحب تخدم في فرنسا اي واي وتلوج على كوريجي عندي في اليوتيوب لي 3 نيفو لنين ان شاء الله من هنا العام اخر تلقى لي 6 نيفو كاملين حاضرين كان ربي يوفقنا وخلطنا معنا الحاجه هذيا. اذا تلوج في بروبلمز من كود فورسز تحب توح من الاول ما عرفتش كيفاش تبدا كيفاش تخمم كيفاش تحلوا البروبليم بارتاجيت معاكم الاكسبيرينس الصغيره نتاعي في اليوتيوب تلقى برشا بروبلمز من كود فورسز بصلحهم انا ان شاء الله ينفعوكم. وكان عندكم اي سؤال ديما حطوا لي في الكومنتات ونرجع لكم. به تا
طيب باش نحكي على بوان مهم برش، اسكو الاتيتيود والكاركتير نتاعك ياثروا في كاريرك؟ تريج نشوف ياثروا ولا لا. اول سكيل لازم يكون عندك كسوفت وير انجينير انديبوندامون من لي كومبيتونس تكنيك هو ما تسالش برشا اسئله وفرد وقت ما تخافش باش تسال. برشا عباد يتفرجوا باش يقولوا فاش خضرت هذايا توا، ما تسالش وفرد وقت ما تخافش باش تسال. ايجا نفسر لك، برشا عباد فيكم قاعدين يتفرجوا فيا توا، قاعدين يستناو في الكيستيون في السيسيون تاع الكيستيون ريبونس، باش يقولوا لي اوف بلي شنو كنت تفرج زيد حكينا عليه. فما زاد اخرين باش يقولوا لي شنو هي الكود زيد حكينا عليه وكيفاش نبدا فيه واعطينا اكثر ديتاي. الرول الاولانيه في سالين لي كيستيون، عمرك ما تسال كيستيون تلقى الاجابه نتاعها في الانترنت ولا في لي دوكيومون بارتاجي تاع الكومباني تاعك. هذه اول قاعده، ما تعطلش عبد يخدم معاك على حاجه كنت نجم تلقاها ديجا في الانترنت. وحاجه اخرى، فما عباد الوقت نتاعهم ثمين وما يجاوبوكش فيه ساعه، تصور روحك تبعث انت ميساج في لينكدين للسي او تاع مايكروسوفت، لازمك بالرسمي الكيستيون اللي تسالها له ماكش باش يعطيك سر عنده هو، ما يعطيكش حاجه تلقاها في الانترنت. دونك لازمك تسيب لي الكيستيون تاعك وتعرف شنو تسال. دونك فما شكون بكريك وقلتها بالعاني ابستريت، قلت بكري كلمه اي 2 او جي، قلتها كيما ما حبيتش نقف عليها. كيف ما شكون يستنى فيه باش نكمل باش يقول لي شنو اي 2 او جي، قول له بليز امشي لجوجل قول له وات از اي 2 او جي تو يجاوبك، يخرج لك اول لين ولين يحلو اكتشف العالم هذا. القاعده الثانيه، عمرك ما تحترم القاعده الاولى. اف يو ار رانينج اوت اوف تايم، عندك كليون بلوكي في البرودكسيون ولا عندك مشاكل، مش وقت باش تمشي تحل يوتيوب تقول له وات از وتقعد تتفرج متشلقح تتفرج في اليوتيوب مع اللعبات تخدم معاك في الشركه باش انت تتعلم. اذا انت عندك مشكله نتاع وقت وسايب بلوكي ما عادش عندك وقت باش تاخذ راحتك وتلوج، لازم تسال. البوان الثاني، اذا جاتك معلومه من عند كليون ولا كيتشارج وما فهمتهاش مليح، اسال رد بالك. راهو سؤال باش تساله في درج وتقعد ساعه تستنى في الكليون يرجع لك اهم من انك انت تعمل ديكوباج تكنيك وتبدا تكودي وبعد يطلع ضيعت الرسوش بتاع الشركه شهر كود على 5 ديفلوبرات اكثر من 200 ساعه بطلع مكودي حاجه ما طلبهاش الكليون. دونك رد بالك، ما تسالش اسئله اذا فما امبيغيوتي وحاجه ماكش فاهمها، واضح؟ وما تنجمش تلقى الدومون تاع الكليون في الجوجل، دونك اساله هو ديريكت، مبعث له ميل قول له ما فهمتش البوان هذايا فسره لي، ولا عبد يخدم معاك قول له سامحني راني قريت الدوكيمون مي راني ما فهمتوش وضح لي عايش خويا. وقتاش نستعملوا الرول اللي نبي ستات اكزامبل كونكري على الاخر، مره طالعين اون برودكسيون عندي باز دوني عندي تابل باش نزيدها في الباز دوني، بعثت تابلو جاوبني المانجر نتاعي قال لي هي رؤوف جود جوب، خليها جود جوب بالاحمر باش نرجعوا لها. قال لي رانا لازمنا نزيدوا دي زاندكس ولازمنا نزيدوا هيستوريك ولازمنا نزيدوا دوكيومونتاسيون للتابل نتاعك. انا في الوقت هذاك ما نعرفش معناها لا هيستوري لا اندكس لا دوكيومونتاسيون. قبل ما نسال روحي اسكو نسالو نقولو فسر لي ولا نمشي لجوجل، اسهل حاجه نعملها اني نشوف قداش عندي وقت في داي، يجي نشوف نقع عندي ساعه، نحن وقتها ديزون 8 تاع الصباح و9 باش نمشي اون برودكسيون، بون ساعه انتريسون باش نمشي نعمل دي ريشيرش في جوجل تكفي، برا نمشي نصدم على جوجل. مشيت لجوجل قلت له هاو تو مانج اس كيو ال تيبلز هيستوري، اوكي خرج لي اوفيشال دوكيومنتيشن تاع مايكروسوفت، ارتيكل فيه 8 مينوت 8 مينوت تو ريد، قريته حليت مشكلتي. تعديت لي من بعد كيفاش نعمل ديزاندكس في الاس كيو، خرج لي اول اللي حليته قريته شاد لي ممكن درجين حليت مشكلتي. بعد كيف بالنسبه للدوكيومنتاسيون، دونك لهنا الساعه كفيتني باش كفيت اموري. دونك لهنا غير ما سالت فضيت اموري بعثت ركيت مره اخرى القهوه صحيحه تعديت على روحي. تو وقتاش ما تحترمش الرول ولا ناي، تصور روحك في نفس الكا رجع لك هو قال لك زيدني كذا وكذا، تلقى روحك عندك 2 مينوت دقيقتين ورانا ماشيين اون برود. هل انه دقيقتين وقت كافي باش تمشي تلوج في الانترنت وهذا الارتيكل يقعد 8 والاخر يقعد 10؟ ماهوش وقت كافي انك تمشي تلوج وتخلي صحابك بلوكي، تخلي الشركه كامله واقفه وكليون بلوكي في البرود وانت قاعد تعمل في ريسيرش في جوجل، ما تعملهاش. امشي للسيد قول له راني عندي كليون بلوكي وراني عندي 2 مينيتس جماعه قاعدين يستناو، بليز راني ما نعرفش معنى اندكس ما نعرفش معنى دوكيومونتاسيون عاوني. هو الابريسييت اللي انت ما قعدتش بلوكي وجيت سالته. واتس نيكست؟ لوجت في الانترنت لقيت سوليسيون، سوفت وير انجينيرز باهين ياخذوا نوتس، ونوتس ياخذوهم على شير بوينت ما ياخذوهمش على الون نوت، ما ياخذوهمش على ورقه وستيلو. استغلك الكنترول اف وكالكنترول سيل العظماء وما تكتبش في كارني باش بعد تقعد تدور في الاوراق وتلوش ولا حتى تيكيت من فوق به. امشي انا واحد من الناس عندي في الون نوت حاجه اسمها بيرف اس كيو ال سيكسيون، تحت منها عندي سيكسيون، عملت سيكسيون جديده اسمها اندكسز، سيكسيون واحده اخرى اسمها دوكيومنتيشن، وكل حاجه فيها وات واي ليان ولاني، حاجه فيها ليان ثاني هو هاو كيفاش بزيد الاندكس. اكزامبل حطيت الاكزامبل اللي انا استعملته لوجور اللي انا جيني ستاجير تحت مني ولا معايا في ليكيب باش يقول لي كيفاش نعمل اندكس ولا انا باش نقول له زيد اندكس،
نحط له اليوم معاه نربحه في الوقت وين الاجور نحاول نزيد اندكس مره اخرى ما نعاودش نعمل ريسيرش على الانترنت نمشي ديريكت لك الدوكيمون هذاك دونك تيك نوتس ما عادش تكتبه في ورقه وستيلو ما عادش تقول ما ننساش به كي تحضر في ريونيون مع كليون ولا تحضر في ريونيون مع التيم نتاعك راه الانسان يتيح التركيز نتاعو ساعات دونك يا انسان خذ نوتس اكتب في شيربوينت على كل ديتاي حكيته انت وصاحبك ولا انت وسيد معاه بعد ابعث بي في بي في يخلك 10 دقائق على سلامه يا فلان رانا نتقابل نهار اثنين في كذا وكذا كان معنا عمار وعمر هاو من الديسيجنز اللي خذيناهم بعد الريونيون انا باش نعمل التاش ا والديدلاين نتاعها باش يكون لو 2 انت باش تعمل التاش بي والديدلاين نتاعها باش يكون لو 3 10 نتاع الصباح هاي التاش نتاعك تعملها ديسكريبسيون في 4 3 ليني ونكتب له في الاخر ميرسي دو كونفيرمي اللي قلتوا انا ما في حتى غلط هو باش يرجع لك يقول لك صلح هذيا ولا هذيا لان ما فهمناش بعضنا ولا باش يقول لك راهو مجاوك باهي هذيك التراس انت خذيته باش لجور اللي سيد هذاك يديباسي الديدلاين ولا ما عرفش انا تصير اي حاجه مخالفه للبي في هذاك ويجي السيد اللي باش يحل الكونفلي ما بيناتكم ما يلقاش حاجه اسمها انا ما ننساش وجاوي باهي وما قلت لي عليها نهار اثنين ليه قلت لك نهار الجمعه وما قلت لي نهار الخميس وقلت لك نهار الاربعاء وليه قلت لي انا التاش بي وانت قلت لي التاش ا القيل والقال ماهمش ما يجيوش في الدومين تاع الديجيتال دونك تيك نوتس واعمل البي في وردبك تخلي خير وقت توصل للنيفو هذا نحكي لحاجه اخرى تو اكسبليسيت كوميونيكيشن كوميونيكاسيون اكسبليسيت تونس كل تفرج في الاسبوع برشا مرات حفظتو دونك التصويره هذه تعني لكم لهذا قبل باسيون جي لسليمان لابيض اللي هو السيد اللي هو يسال فيه وهو يجاوب فيه واحده واحده وترلو صب ب في الدومين نتاع الانفورماتيك فما برشا عباد يتعاملوا بالطريقه هذه يجيك يقول لك هي ولا عسلامه تقول له عسلامه يقول لك سافا تقول له سافا ساشون لي انا راني قاعد نخدم وقت اللي هو جاي يحكي معايا هكا راني معني قص على خدمه باش نجاوبه من باب التربه باش نقول له انت سافا اش نحوالك باش يقول لي راني بلوكي باش نقول له فاش بلوكي فانا تاش باش يقول لي في التاش الاولى باش نقول له شنو هي البروبليم باش يقول لي ما نجمش نزيد يوزرز هذايا ما اسمهاش تكنيك دو كومينيكاسيون هذا اسمها هذه هي تكنيك تاع فلاحه اسمها الري قطره قطره دوك اللي انت قاعد تعمل فيه بطريقه هذه هو اسمه الري قطره قطره ما اسموش تكنيك دو كومينيكاسيون دوك تو سامبلومون نزيد انا نسالك نقول لك البوغ نتاعك سيرفيس ولا ويب ونقعد نجبد منك في الكلام وانت تبيع لي في الكلام الكومينيكاسيون هذه تنجم تخسرك في خدمتك راه تخلي العباد يقولوا راهو الكومينيكاسيون تاعك تعب ورانا بالحق ما نجمش نتعاملوا معاك دوك رد بك تعمل هكا وماش تعمل هكا وهاو كيفاش نجم تعمل تريجا نحسنوا شوي سالو سافا نتاع ميسنجر ولا نتاع صاحبك حتى كان تبعث له في الكانال دو كومينيكاسيون تاع الخدمه مره في الفيل كنت مثلا جاي من كونجي ولا حاجه مش كل ما تحكي معاه تقول له سالو سافا وتبدا تبيع في الكلام تجب تو سامبلومون تقول له عسلامه نتمنى اللي انت تكون بخير راني عندي شويه مشاكل كي جيت نقدم على التاش ما نجمش نزيد يوزرز هذه خير من اللي كنا نحكيوا فيها روا اما زعما نجمو نعملوا حاجه من خير انا نتصور نجمو به باش نعرف النجم ولا ما نجموش يجي نعرف واش معناها انا بلوكي وقتاش النجم نقول انا بلوكي ما نجم تقول الا انا بلوكي الا ما فماش تشيك ليست تعملها ومن بعدها هي تقول راني بلوكي اول حاجه تعملها هي ديبوغي انا واحد من الناس كي يجيني عابد في الفيسبوك يقول لي عاوني نعاون على عيني وراسي اول سؤال نساله له ديبوغيت كيفاش يقول لي اش معناها ديبوغينغ باش نبعث له فيديو من اليوتيوب نقول له تفرج في هذايا وارجع لي ما نجمش نعاونك وانت مسمى دي بوكيتش بالحق جو بيغد برشا وقت دونك كنت حاب ما كنت عارفش كيفاش دي بوكي عندي بلاي ليست مع جافا سكريبت فيها كيفاش دي بوكي الكود تاع جافا سكريبت بالديف تولز فيها كيفاش دي بوكي كود سي شارب خاطر حكيت شويه سي شارب في جافا سكريبت كيفاش تعمل لي زابيل ابي دونك عندي بارتي كيفاش دي بوكي كود دوت نيت وسي شارب تعلم استعمل اوتي اسمه فيدلر كان فول ستاك ديفلوبر لازم تكون تستعمل في اللوتي هذا كما تستعمل فيه لك ضايع برشا وقت في حياتك اللوتي هذا يخليك تعمل تراكينغ للفلو اللي قاعد يصير دونك تشوف لي زابيل اللي قاعدين يصيروا من الابليكاسيون ويب نتاعك دونك قبل ما تبدا ديبوغي ديجا تنجم تعرف اسكو لابيل صار بصحيح ولا لا واسكو لابي كي عملت لها ابي رجعت لك الريزلت اللي حاجتك به ولا لا مش انت عندك شوم واش قاعد يخرج لك في الويب وتقول زعم السيرفيس ولا ويب مش تقزره حل لوتي هذا شوف لابي اللي صار شوف الشان اللي ما جاكش اسكو جاك من السيرفيس ولا لا كان جاك وريته اللي هو في الجيزان السيرفيس جاوبه صلح الويب اذا الشان ما جاكش الويب جاوبه مش صلح السيرفيس تعاونك برشا التكنيك هذا دونك فيدلر جوجليه وتشارجيه ولا استعملوه مازلت بلوكي بعد ما عملت التبه ذوما هو نورمالمون لي كان دي بوغيت ولوكاليزيت البوغ ما عادش تقعد بلوكي ما نقولوا مازلت قاعد بلوكي عندك ايرور مقلقتك مثلا ايرور سامبل على الاخر سي اوت وزنت ديكلارد ان سكوب
واضح. امشي لجوجل حطها كوبي كولي تجيك ليان ولين اسمه ستاك اوفر فلو. حل ستاك اوفر فلو تتلقى شكون قبلك سأل السؤال هذايا، اهبط لو تتلوج على الريبونس السحريه اللي فيها التيك الخضره هذيك، ادخل لك التيك الخضره تلقى فيها الاجابه اللي السيد حل بها مشكلته. ما 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 الاجابه ما عجبتكش، ما جاوبتش على سؤالك، اكتب كومنتير قول له يا فلان راني قريت اجابتك راهي ما حلتليش مشكلتي انا هاو الكان تاعي، شنو رايك شنو نجم نعمل؟ تو يجاوبك، يجاوب العباد هذو مره ومش كيما العباد اللي عندنا نحن يعني. ما جاوبكش ما لقيتش اجابه مقنعه، تنجم تعمل كونت في ستاك اوفر فلو وتسال السؤال نتاعك كيما انا سالت قبل. فما دي كيسيون ندمت لي، مش ندمت عمرك ما تندم، لكن قلت كنت نجم نلقاهم وحدي كان لوشت اكثر من الماتوريتي تطلع، مش كيما رؤوف نتاع عميل تالي كيما رؤوف نتاع تو. دونك ما تخافش اسال تو يجيبوك، وكان عندك ما تحسن تو تحسن. وما تسالش الرجل الاولانيه، ما تجيش من بعد تقول لي شنو ستاك اوفر فلو كيفاش نسال فيه. امشي لليوتيوب قول هاو تو اسك كويستشنز اون ستاك اوفر فلو، تخرج لك فيديو في 10 دقائق تفرج فيها تراجع تشوف اش معناها جود كوميونيكيشن. تو وقلنا وي كان دو بيتر، ليش نشوف شنو هي البيتر. هي اي هوب يو ار دوينغ جريت، راني عندي مشاكل في تاسك الاولانيه ما نجمش نزيد يوزرز، راني ديبوغيت لقيت المشكله نتاعي في السيرفيس ماهيش في الويب انتريسون، راني عندي ايرور كذا وكذا وكذا نقولوا اكس لهنا تظهر لي وقت اللي نعمل كذا وكذا وكذا، راني لوجت في الانترنت ما لقيتش حتى سوليوشن، هاهم اللينكس اللي لوجت فيهم كيما لقيتش ريبونس وما جاوبونيش، راني عملت كيستيون تاعي في ستاك اوفر فلو هاو اللي انت على الكيستيون تاعي ما لقيتش حتى ريبونس عندي نهارين، بليز عاوني. السيد اللي باش تساله السؤال بطريقه ذيه اذا جاوبك بطريقه معناها ماهيش باهيه اخرج منها الشركه، خاطر بالنيفو نتاع الديتاي هذايا والنيفو نتاع العبد انجاج روحه للدرجه هذايا باش يلوج السوليسيون، راك انت احترمت على الاخر الكوميونيكاسيون لهنا. دونك ديجا هو باش يحشم على روحه انه يمزك ولا يقول لك دي بوغيت لا واش فينو حل، ديجا ما عندهم يسالك، ما عنده كان يقول لك يا اخي جي نعاونك بوكيني نص ساعه على شيء نجي نعاونك. به نرجع لك الجود جوب اللي عملتها بالاحمر بكريكا، خلينا نحكي ولا كيفاش تعطي فيدباك. فما برشا عباد يقول لك مقوله شهيره هي، يقول لك اون كيت با اون انتربريز مي اون كيت ا مانجر. فما عباد تخدم في شركه طايره على الاخر يخرج خاطر علاقته مع المانجر نتاعو تولي توكسيك، ولا حتى مع عبد يخدم معاه يقول لك وتر لي اعصابي العبد هذاك توكسيك. دونك بليز تعلم انت كيفاش تعطي فيدباك. فما زوج طرق تاع فيدباك، اون فا سوبوزي الكان تاع بكريكا، لكن في الكان تاع بكريكا اون فا سوبوزي لي جيني ميل انا قبل في حكايه لي زاندكس ودوكيومونطاسيون وفي حكايه الهيستوري، وانا تلفت الميل هذاك ما قريتوش ومشيت بعثت ركيت من غير الميل هذاك. جود مانجر ولا جود سي يو باش يرجع لك يقول لك هكا، يقول لك هي رؤوف جود جوب، رانا نستحق نزيدوا لي زاندكس والهيستوريك والدوكيومونتاسيون للتابلو نتاعنا. ظهر لي راك فلت الميل اللي بعثته انا الاخراني فسرت فيه الامبورتونس تاع الحاجه هذيا، نجم تعمل له تشيك. انا كانسان ما قريتش الميل باش نحشم على روحي لهنا. فما نوع اخر نتاع مانجريت باش يقول لك وات ذا فاك، لا اندكس لا هيستوريك لا دوكيومونتاسيون، ما ريتش الميل ويت نتاعك وقوم يسيح عليك ولا يقوم يحكي معاك درا كيفاش. لهنا المانجر هذا ينجم يخسر بروفيل انتريسون على الاخر في الشركه نتاعو، على شرط فيدباك ينجم يعطيه بتربيه وموتيفاسيون معناها. وتو باش نحكيو على السايد الاخر، اوكي نحكيو مانجر تو عطى فيدباك بطريقه باهيه، روح حتى انت كديفلوبر لازم تعرف كيفاش يو ديل وذ فيدباك. عبد يحب يبني ويصلح من روحه باش يقول راني انا غلطت كرني ما تلفتش الميل هذاك، وفي المستقبل باش نولي الميل ويت نتاعي نعرف نقراهم. يعني اذا انا غاطس وقتها في الخدمه نحط الميل نتاعي قدام فلاك ولا نحطه، ما نحطوش تقرا، نحطه اوموا نون لو باش بعد نرجع له، هذا اضعف الايمان. وبالحق من الغلطه هذيك اللي عملها السوفت وير انجينير من وقتها يولي يعرف يقرا الايميل نتاعو حتى كانوا غاطس يرجع لهم بعد ويصلح من الاتيتيود نتاعو. حتى مره جاي ما يعملوش المارك يقول اسمع انا حكينا معاك بسياسه من الاول لكن امان حسن روحك. سوفت وير انجينير خايب باش يكمل في نفس الاتيتيود، باش يقعد ديما يتلف في الايميل ويقعد سامحني ما ريتوش وما غاطس ما فقتش بيه، نيفر دو ذيس اتيتيود. ادر سكيلز نحكي رابيدمون، فما سكيل مهم على الاخر اسمه هايبر كير. سوفت وير انجينير باهي مش كوديكا هو ما يعمل سويفي للكود نتاعو، معناها انا اليوم اضعف الايمان اني نخدم في شركه كبيره كانسان، نخدم في برشا ديزيكيب دونك نجمو ديزيكيب يخدموا على برانش من برشا بلايص يصير لهم ممكن دي كونفلي باش يعمل لهم ريزوليسيون. ما تقوليش انا طلعت كودي وهم يدبروا ريوسهم، خاطر انت كيف الكود نتاعك مش باش يخدم في جرت اللي هم يدبروا ريوسهم بالغلط، راه انت ضيعت ايفور نتاع شهرين كود على جرد كونفلي عملنا له ريزوليسيون بالغلط وطلعت خدمتك للكليون بالغلط، دونك انت ديجا ما فالوريزيتش روحك. دونك لايبر كير انك بالحق كيف طلع حاجه تبعها
تبعها اللي دخلت للبرودكشن، تستيها في البرودكشن، تاكد اللي هي جواها به، اعمل ريفيو للكود نتاع العباد الاخرين اذا مثل البارتيات نتاعك ما فيها بيس. فما دو زاتيتود نعملهم انا نحب نبارطاجيهم معاكم باش يكونوا غالطين، ما هما انا نعملهم كي تصير ميز اون برودكشن باش نطلع الخدمه نتاعنا للبرودكشن. مثلا نبدا عندي شهر قاعد نعمل في سبرينت نطلع خدمه البرودكشن، ريت نهار نتاع الماب هذاك ما نعمل فيه حتى رونديفو، ما نعمل فيه حتى رونديفو، تكلمني على تكوير ولا تكلمني على القهوه نقول لك راني ما نجمش نبوكي روحي نهار هذاك، او مود بيسيميست نقول لا قدر الله تصير شي مشكله تصير شي حاجه ماهيش منتظره نلقاش روحي نخدم الليل المؤخر، ما نحبش نعطي كلمه لعبد من برا ونجبد بيه، دونك نبوكي روحي نهار هذاك باش نقول راني باش نقعد نخدم حتى كان كمد بكري نخرج على روحي، كان لا قدر الله صارت حاجه ماهيش باهيه هاني قعدت انا بالذم وما عطيت الكلمه لحتى حد. الكاركتير الثاني اللي انتريسون وريت برشا يعملوا فيه وانا بدي وريت ناخذه، فما ناس كي طلع خدمه كبيره للبرودكسيون ما تاخوش كونجي كان بعد بجمعه، يعني اذا طلع خدمته لو 25 ما يخرج كان في الشهر اللي من بعد، علاش؟ يقول لك الجمعه هذيك انا نقعد في الليبر كير نقعد في الليكوت لا قدر الله تفهمشي انا حاجه ما كوفريتهاش فما بوغ نصلح، خاطر ما نجمش نخرج ونخلي خدمتي ونجم يجي فيها بوغ ولا حاجه صلحها عبد اخر ولا ما يعرفش يصلحها ولا يقعد شركه كامله بلوكي وانا في كونجي، هذا ينجم يكون غلط راه انا نعمله وريت عباد تعمله وسي تري انتريسون ويصير معناه انه عبد انا يجوني بوغيت بعد ما طلعت خدمه للبروت. سبحان الله معناه اي عبد ينجم يجيه بوغ صغير حتى بوغ جرافيك، دونك تبدا انت في الليكود باش تصلح بوغيت نتاعك. تيستينغ تعلم اعمل ليونت تيست لتيست انتجراسيون لتيست ان تو اند، تعلم اكتب بالكود كفرج، جوجل واش معناها كود كفرج، فرق بين انك تكتب تيست فيها 10 تكتب فونكسيون فيها 10 اسطره وتعمل ليونت تيست يكوفري ايف بركه، فرق بين انك تكتب تيست الكود كفرج نتاعو 100% ولا 80% معناها الكفرج نتاع التيست الكود تيست هذاك يكوفري الفونكسيون اللي كتبتها انت الكل، دونك هيك تحمي روحك. السكيل الثاني هي برايوريتيز، تعلموا فرق بين لورجون والامبورطون، فما حاجات امبورطون امبورطون انك استاجير اللي معاك مثلا تتفقده مره في النهار، فما حاجه اسمها اورجون، اورجون انه عندك كليون بلوكي في البرودكسيون وكان ما تجاوبوش اليوم مثلا، فما حاجه في الشركات ممكن ما تعرفوهاش اللي فما الشركات كتصحى معاك كونترا تقول لك البوغ اذا فات 4 سوايع راني نخطيك، واضح؟ هذا اورجون، اذا انا عندي بوغ في البرودكسيون وعندي 4 سوايع باش نصلحه هذا اورجون، استاجير نجم نبعث له ميساج نقول له سامحني راني عندي حاجه اورجونت على الاخر اسكو اون بو ديكالي ريونيون تاع من بعد، يتفهم هو زاد، رد بالك تمشي تعمل حاجات بريوريتير كامبورتون وتخلي حاجات اورجونت ما تعملهاش تخسر الشركه، صدقني فما معناها اسمه شرط جزائي تسمى هو، سمعت برشا بشروط جزائيه نتاع 6000 يورو 8000 يورو على جرد بوغ يقعد يصلحك في 4 سوايع معناها، اللي هي تصور اللي هي بلو بريوريتير اورجونت. البوان الثالث مش خاطر قلت لك نهار اللي عندك ماب تقعد تخدم لليل ولا ما تاخذش كونجي بعد بجمعه اللي ما اللي باش تدخل حياتك الشخصيه في حياتك المهنيه، لي احترم الزوز مع بعضهم، نهار في الشهر ونص ما عنده حتى قيمه، حتى العباد اللي عايش معاك عائلتك باش يتفاهموا، لي سبحان الله مره في الشهر ونص لك نجمش تمشي تكور ما تنجمش تخرج، يتفاهموا اللي عندك كونجيتك ما يصيرش الكونجي ما يصيرش في الدات هذيك، ولا فما بالانس على ما عملها وحدك، مش انا مش نقول لك باش تعملها، مي اعطيوا قيمه لعائلتكم اعطيوا قيمه للعباد اللي بيكم واصحابكم. تكنيكال رود ماب، انا توا في فاز انا جونيور توا، كنت فريش جراديويتد خدمت عامين في اكسبانسيا، عام بعد ديبلوم وعام اون طونك بارت تايم جوب وان طونك ستاجيت، ونحسب روحي توا جونيور قاعد نحاول نتعدى للميد ليفل باش من بعد هو نتعدى للسينيوريتي. فما كتاب انتريسون على الاخر قاعد نقرا فيه توا ريكومندوه لي صحابي نهدي لهم تحيه كريم وسفيان، اسمه كلين كود. كلين كود هذا باش يبدلك طريقه كتابتك للكود، كيفاش تكتب لي فونكسيون، كيفاش تكتب، كيفاش تسمي لي فاريابل، كيفاش تستعم على لي كونستانت، كيفاش تكتب اوني تيست صحيح، كيفاش تعمل انيوم في الكود نتاعك، كيفاش باش يبدلك طريقتك اللي كاتبين الكود وباش يطلع لك البروجكتيفيتي نتاعك وباش يرد الكود نتاعك ليزيبل من العباد اللي باش يجيو من بعدك. فما عباد تخدم 2018 في شركه كي يخرج 2020 ويجيب عباد استاجيرات من بعد وكيقراوا الكود نتاعو يفهموه من اسامي لي فاريابل ويقولوا يرحم والديه. فما عباد كي تخرج من بعدهم يسبوك راه يقولوا شكون هالبهيم اللي كتب الكود هذا، يبدا يسب ويدعي عليك بالشر خاطر تلقى بسامي لي فاريابل تاعك او بي وسي نقعد ندقز انا شنو هي زعما كيلو طماطم زعما كيلو بطاطا، يبدي سامي لي فاريابل بالصحيح، سامي فاريابل تاعتي سينيفيكاسيون للمحتوى نتاعها. به الكتاب الثاني ورد بكم تقراوا الكتاب هذا وانتم ما تقراوا، راه انتم تقراو لي بروجي اكاديميك يكونوا صغار جينيرالمون، دونك السايز نتاع الديزاين باترن المشاكل هذيا ما يظهر كان تدخل لشركه كبيره والكود يبدا كبير والتشالنج يكونوا كبار. دونك الكتاب هذايا اذا انت جونيور مزك تخرجت وقاعد تشوف حكايات في الكود نتاع شركتك هاو ديزاين انترفاس هاو اريتاج بديت تشوف حاجات مخلطه شويه، الكتاب هذايا مبدع على الاخر اقراوه.
الكتاب الثالث مش الكتاب في حديثهم هي التكنيك في التكنيك اللي حاب نحكي عليها. اذا انت تخدم بستاك اللي هم جي اس جافا اي حاجه جيت ديبر في ستاك نتاعك. خاطريت احنا كي بدنا نقراو نتعلموا باليوتيوب نتعلموا بالجيت هاب نتعلموا بستاك اوفر فلو 90% من الكود نتاعنا مانيش فاهمينه فاش قاعد يعمل. تلقاني كوبي كولي نتبع على كواحد هنداوي في اليوتيوب هو يكتب وانا نكتب وراه. ساعات تكتب نفس الكود ما يخدم لكش ديجا. هذه حاجه حيرت لي حيرتني انا في حياتي. شو جيت ديبر في ستاك نتاعك. بديت تقرا كتاب نقرا في كتاب على سي شارب فقت لي انا فاهم سي شارب بالغلط. كنت مش بالغلط اوسونس لي انا كودي بالغلط مي فما حاجات ما كنتش نعرفها. قلت يا معلم فما حاجات عظيمه برشا في اللونجاج هذايا وانا كنت نكتب فيهم في 50 سطر كنت نجم نكتبهم في 10 اسطر. باش تفيق بحاجات عمرك ما قابلتهم قبل باش تقول لي الحاجات هذه موجوده باش تفيق بحاجات كنت تعمل فيها كوبي كولي ماك الهنداوي اللي في اليوتيوب وتو بدي تفهم فاش قاعده تحكي الحكايه هذيك وباش تفيق بحاجات عمرك ما كنت تتخيل هي موجوده. دونك جيت ديبر في الستاك نتاعك. انا هنا سي شارب خاطر ذاك الستاك نتاعي مي برا لو تكتب في جافا تخدم جافا بيتون سي بلس بلس تعمق في الستاك نتاعك. وحاجه اخرى نحب نحكي فيها فما حاجه اسمها سيرتيفيكاسيون اللي هي تاخوها من مايكروسوفت ولا من جوجل ولا فما حاجه اسمها اتيستاسيون دو بريزونس. راك تمشي تعمل فورماسيون في سنتر دو فورماسيون كيلكو بار راهو هذيك اسمها اتيستاسيون اسمها سيرتيفيكاسيون هذيك ما تخدمكش. خاطر سيرتيفيكاسيون تصير في ليفل عالي نتاع اكسبرتيز تقعد سيرتيفيكاسيون كاسحه لكيستيون كاسحين تلقى فما كتاب ديجا ولا تلقى جينيرالمون كتاب باش تحضر بيه سيرتيفيكاسيون هذيك وتلقى ابار هذيك اللي معتمده معني خاطر هو السيرتيفيكاسيون تعديها لو تعديها في سنتر دو فورم سنتر دو دو باسيسيون دو دو سيرتيف يبدا فما شكون يعس عليك باش ما تنقلش. دونك السيرتيفيكاسيون تاخوها انت من سنتر دو فورماسيون راه ما عندها حتى سونس سوف كو هي سيرتيفيكاسيون معناها كان هي اتيستاسيون راه ما تعمل بها حتى شيء كان سنتر هذاك عامل معناها كيفاش يعدي لي زيكزامان ويخلي لي سيرتيفيكاسيون تاعو ريكونو طو ميو وقتها. مي راهو شوف لي سيرتيفيكاسيون في لي سيت اوفيسيال صحيح غاليين تلقاهم 200-300 دولار اما راهو سافو الكو. نحكي تو في الليفل من جونيور للميد ليفل مادامك تقرا فلح في اليوتيوب وجيت هاب وعيش العيش هكا الاكسبيريونس نتاع كي تخدم في بروجي في شهر وتزرب وتحب تكمله وشطر كود كوبي كولي عيشها ما تزابيش لي زيتاب راهو كل حاجه عندها النكهه نتاعها. البوان الاخراني عمرك ما توقف في الكومبيتيتيف بروجرامينغ. نعرف العباد اللي كيف انا قاعدين يخدموا معاش يلقى وقت دونك ساعات تلقاني نلقط في بروبليم في النهار نخدم شي هذا بروبليم على الكود ولا بروبليم على الكود فورس باش نبارطاجي معاكم شويه حاجه جديده في اليوتيوب ولا باش نسجل لكم حاجه. اما ما تحاول ما توقفش البروبلم سولفينغ فينال ما تحترمش الرول ولا نيه الكتب اللي شريتهم انا. تحب تسالني منين شريتهم ما نجمش تلقاها المعلومه في جوجل اسالني انا ديريكتومون. دونك فما شركه اسمها كتابي نجاحي ماهوش ببليسيتي هذايا مي هذايا ريكومونداسيون تاع ان كليون ساتيسفي يقول لك ساتيسفايد كاستمر ولا كلاينت از كيفاش نقولها امباسادور جديد للبراند نتاعك. اوكي دونك جست ادخل الباج نتاعهم نجم تاخذ عندهم الكتب. فينالمون نجم نقول كان نيفر ستوب ليرنينغ ديما اقراو وديما تعلموا ما توقفوش لابرونتيساج. ميرسي بور لاتونسيون تاعكم. كان عندكم اي سؤال هاني قاعد نتابع في الشات تابعوا اكسبانسيا على لي ريزو سوسيو نتاعها. كان تحبوا تدخلوا تخدموا في اكسبانسيا ادخلوا لسيت اسمه ويلكم تو ذا جانجل تلقاو لي جوب اوبورتونيتيز غاديكا. كان تحبوا تابعوني على الشين يوتيوب نتاعي كودينغ بالتونسي نبارطاجي برشا حاجات على الكومبيتيتيف بروجرامينغ كومبلكسيتي الحاجات هذيك الكل. سبسكرايب تو ماي يوتيوب شانل. اي ميرسي. اوكي ميرسي رؤوف على البرزنتاسيون هذه. جست عندي كيك كومنتير معنا على الوا. شفت البرزنتاسيون انت تبرزنتي بتحكي على الداتا ستراكشر والالجوريثم خص لي 6 شهور كنت نقرا فيها في البرتون سكول خطر على درجه ان مهمين الداتا ستراكشر والالجوريثم. اول حاجه نقرون في البرتون سكول هي الداتا ستراكشر والالجوريثم معناها سيرش الالجوريثم وسورت الالجوريثم. خاطر شفت اني كحسب ما انا بعد ما تعديت بك المرحله الصعبه بتاع البيج او والبرفورمانس معناها تايم كومبلكسيتي والسبيس كومبلكسيتي دونك كي تدخل بعد تتعلم السنتاكس كيما البايثون تبدا تفهم معناها شنو هي لوبجي شنو هي الكلاس بالضبط وشنو معناها تفهم حاجات معناها ديتاي هيك تحفونين على الاخر وعلى فازت الكتب. دونك اول ما عديت معناها الاكسبتنس تيست في البرتون سكول بعثولي باش تقرا كتاب على الميل. كنت نقول كيفاش معناها توني داخل نقرا هيك في كول وبعثيلي باش نقرا كتاب معناها ما امرها ما تصير معناها في كول اخرى. دونك كيف قريت الكتاب هذاك فهمت اول مره معناها نفهم الامبورتونس معناها نتاع الكتب
فعلا معنا الركومندي للعباد اللي يحب يتعلم المعرفه ماكش باش تلقاها في اليوتيوب ولا ماكش باش تلقاها في الارتيكل معنا في الانترنت. صحيح راهم مفيدين معنا الفيديوهات على اليوتيوب على الارتيكل، مي راه الكتب انذر ليفل معنا تعلم فيهم معناها حاجات ديتاي وبازيك تفهم تفهم معناها الكونسيبت كيفاش اصلا يخدم. دونك هذا هو معناها الكومنتات اللي حبيت نقول. وعلى حكايه الدوكيومنتاسيون واليونت تيست تراهم الكلين كود واليونت تيست ترى من اهم الحاجات معناها في الكود. دونك لازم اي ديفلوبر يحرص فيهم، خاطر سواء انت معناها ككليون ولا ديفلوبر بعدك باش يجي يخدم راه مهمه على الاخر معناها. دونك تفضلوا اللي يحب عنده سؤال ولا حاجه يسالها تفضل. وجماعه فيسبوك ديجا تنجموا تحطوا دي كومونتير على البوست تو نجاوبكم ان شاء الله. Any question, guys? كي نتصور الناس الكل فاهم معناها جونا باهي. دونك ما بقى لي كان نقول لكم شكرا على الحضور نتاعكم معنا، وان شاء الله استنونا في نفس الوقت غدوه مع السجين تاع ويب موبايل ديفلوبمنت. عفوا. اوكي اي ثينك وي هاف كويشنز او كيفاش البروسيس تكنيكال انترفيو. باه كيفاش بروسيس تاع تكنيكال انترفيو؟ بيه في معظم الشركة مش تحكي عليه نعرفه هنا اللي هو بحكم يخدم في شركة اللي فونداتور تاعها اكس مايكروسوفت زوز وكذلك البروسيس اللي نعرفه اللي هو في شركات الكبار يروجوا برشا على البروبلم سولفينغ. بالنسبة للآخرين الحق ما عنديش فكرة. دونك من الأول يركزوا برشا على البروبلم سولفينغ، يجيك دي كيستيون ستيل سورتينغ ماب، باش تستي اسكو تعرف تختار داتا ستراكشر نتاعك صحيحة ولا لا. كيلكو سوا السي في نتاعك، ساعة السي في ما عنده حتى معناها السي في نجم يكون غونفلي برشا مع بكالي سيرتيفيكاسيون تاع كورسيرا وحكيت لكم الكل. دونك يجيك ليان من بلاتفورم دو كودينغ اون ليني، يجيك دي كيستيون وقت معين باش تحلهم، وقتها بيجيك سكور. دونك سكور هذاك باش يتحكم اللي انت ديجا تعدى للفاز الثانية ولا لا. اذا تعديت باش يولي الكونتي باش يولي عندك اونترتيان تكنيك بريزونسيال. دونك باش تجي 1 تو 1 مع انسان باش يعطيك كيف العاده بروبلم سولفينغ، مانيش نحكيو تكنولوجي لهنا، باش يسالك جينيرالمون كومبلكسيتي، يعطيك دي سوليسيون باش تحلهم، يعطيك دي بروبليم باش تحلهم، يشوف التشالنج يك تناقش سوليسيون مخير، يحاول فما نستعملوا ديناميك بروجرامينغ شويه جريدي شويه حاجات كيما هكا. في لونتروتيان الثالث تكنيك باش نولي نحكيو تكنيك كوتي دي تكنولوجي، نعرفوا شنو تعرفش ما تعرفش باش من بعد تدخل معناها، خاطر جينيرالمون كان تعدل تيست لونين زوز راه سي بون سيليكسيوني. نحب نعرف شنو تعرف وقتها في الكوتي تكنولوجي، تعرفش معناها اي بي ما تعرفش وما يهمش راه كان عديت في زوج الاولانيين. كون شي كان دو كونديدا كاسحين على الاخر في الجو زوج كاسحين وجوست كي خلطنا للتكنولوجي نلقاو الاولاني مسكرها تكنولوجي والجو ما تنجمش تروفز معناها. دونك لهنا باش نشوفوا شنو تعرف، تعرف بروجراماسيون اورينتي اوبجي ولا لا، تعرف تكزيكوتي دي روكيت اس كيو ال عاديين سي بون. بعد هذا الكل باش تعاد تكنيك حكيت لي انت ما حكيتليش ايراش. تو دونك جينا ما احنا نعمل تروز اونترتيان هكاك. شركات كيما جوجل يعملوا حتى 5 6 روا يبداو راوند ورا بعضهم وعادي دخلت معاهم 8 سوايع كل مره ساعه على 8 ولا كل مره ساعه ونص. دونك الكولتور اللي نعرفها انا اللي هي نتبع فيهم على اليوتيوب كيما كليمون كيما سيز دو جو هذوك كلهم اكس جوجل يحكي لك كان بروبلم سولفينغ ما يحكي لكش الاتش تي ام ال جي كويري لا حد شيء.
الكولتور الاخرى ما نجمش نجاوبك عليها، مي اللي نعرف فما شركات يقبلوا جوست على التكنولوجي، معناها اونترتيان يسالك جي كويري جا جاكس اش معناها اسنكرون، اش معناها سنكرون واسنكرون ويقبلك معناها وكها. You have another question, Rauf. How to build a good CV, شنيا نحطو فيه وشنيا نفيتو؟ به باش نحكي السي في تاو نتاع عبد نتاع عبد فريش جراديويتد، وبعدها نحكيو على الحاجات الاخرين. بالنسبه لي انا في رايي واللي نقعد نشوف فيه، فما دي سي في تكنتر على حاجه برك، راهو ستاجير دي تي كي تجي وتبوستولي في ستاج تاع ديفلوبمون مثلا، فمش علاش باش تحط لي حاجات ماهمش في ستاج هذاك. نحسك وقتها انت قاعد تطيش في التكنولوجيا على بعضه، جوست تحب تتقبل. باش تقول لي ماشين ليرنينغ وكلاود واي او تي، فما راه يجيو دي سي في خاطر عمل البروجي نتاع جامعتين اي او تي، يحط لك في السي في اي او تي ويحط قدامها اكل بار هذيك اكل قويه، يحط لك في الاخر بالكل، ويحط لك بعدها ماشين ليرنينغ بار للاخر ماشين ليرنينغ، وبعدها بار للاخر كلاود سيبليس. على فكره فما دي بروفيل يعملوا تروا ولا كات سي في، كي حاب يبوستولي في بوست يعاود يعمل السي في نتاعو باش يدابتي للبوست هذيك، خاطر كل بوست عندها بوست ديسكريبشن، كنشوف البي اف في بوك تلقى في وسطو ديسكريبسيون تاع البوست يقول لك شنو هما لي بريلوكي. دونك اذا انا قلت لك في البريلوكي حاجتي بسي شارب، حاول فالوريزي السي شارب نتاعك. اذا قلت لك انا الاستاج في جافا وانت ماكش مثلا نعرفش انا مثلا انت عندك جافا وعندك بيتون وعندك سي بلس بلس وعندك كل شيء، نجم راه تقلبهم تحط جافا من الفوق، تزيد حاجات تبعين جافا تنقص في الحاجات الاخرين تبعين البيتون، دونك تدبتي السي في نتاعك لبليزيور شوز. حاجه ثالثه اللي هي ديما باش نعاود نحكي في نفس الموضوع، نحب في السي في تكون شاركت تي سي بي سي، لعبت الاكستريم، جربت معناها كومبيتيتيف بروغرامينغ، عندك شويه نولج، قريت كور نتاع جراف تيوري دي جراف، قريت كور نتاع دي بي، اعطيني دي سامبتوم اللي انت بروبلم سولف تاعش معناها كومبلكسيتي. حاجه اخرى نحب نسيستي عليها، عمرك ما تجي شركه ما تعرفش الشركه هذيك فاش قاعده تعمل. راه نجم اللي راش نتكنترك نقول لك على السلامه علاش جيتنا اليوم، فما شكون يجاوبك يقول لك جيتك على خاطر لوش في ستاج، حاسسني انت انتريسي ماك جايني خاطر لقيتني قدامك في الانترنت وبعث لي سي في، اعمل ريشيرش شوف انا وقتاش اسست، شوف انا فاش قاعد نعمل، باكش الدومين نتاعي فونكسيونيل ما يعجبكش، باكش انت تلوج على دومين اي كوميرس وانا نخدم في حاجه ماشي في الاي ليرنينغ مثلا. دونك راه انتريسون انك تحط وقتك باش تشوف الشركه اللي ماشي تبوستولي فيها فاش قاعده تعمل، باش توريهم انت ديجا انتريسي. سي في تحطوا فيه بالنسبه لينا السي في نتاع فريش جراديويتد انتريسون ولا ستاج سي سي بلس بلس الجوريثم داتا ستراكشرز ياش ماني بوينتريت لعب لعب حتى حاول لعب في التي سي بي سي لعب في نتاع السي بي سي نتاع فاكو وما ترشحش ميساج حاول لعب في الاكستريم حاول هذوما هما بالحق فريش جراديويتد ذكي. من بعد في الجونيور انا بدي قاعد نتعلم راه ماني قاعد ناخذ في ريكومونديشن باش نقول لكم لعبتش ني قالوا لي يوليو يركزوا على الكتب انتريسون انك يحبوا الديزاين باترن ريكروتور يحبك تكون يقعد ديما بالسبرينت على البروبلم سولفينغ ما تزيد عليه شويه كلين كود جيت هاب نتاعك يطلع شويه ولي في بروجيت تعدي سيرتيفيكا بروفيسيونيل باهي راه كي تعدي حاجه مثلا مايكروسوفت تكلف لك اوكي 120 دولار ولا 130 دولار مي راهي عندها قيمتها خاطر سيرتيفيكا بروفيسيونيل متاكدين تعديتها من غير ما نقلت ولا حاجه هذا هو ما نعرفش بالنسبه لي انا هذا هو معنى في الاخر السي في حكايه فارغه تو سامبلومون على خاطر انتريسون باش تعدل الفاز الاولى مش حكايه فارغه معناها راهو لكن كي تبدا تشوت في السي في وتحط في حكايه غلطين راه باش تكنتر في الانترتين الاولين دونك بالحق حط انت فاش قاعد تعرف تعمل وكاو كي السؤال من هاجر سالي ميرسي بور سيت ويبينار ديزولي خلطت مخر جيست نحب نعرف از بيجنر انا كتاب ريكومندد للالجو والجي اس دونك اول حاجه هاجر ما فاتك حتى شيء الويبينار تنجم تعاود تتفرج فيه تلقاه مسجل معنا في باجه نتاع البرتون سكول تنس وجاوبك ان شاء الله اوف على الريكومندد بوكس فور الالجو والجي اس به البوكس بالنسبه للالجو هذوما زوج باش نرجع لهم كومبيتيتيف بروجرامينغ 3 هاني مبارطاجي ليكرون تاعي ديجا تلقاه بي دي اف بارتو سيرمون وانا توقع نحكي باش تلقى شكون حاط لك الليان في الديسكريبسيون والكتاب الثاني هو زوج باهين راه ما نجمش نقول لك انا وخير فيهم مي ننصحك تبدا تقرا في الكومبيتيتيف بروجرامينغ 3 الكتاب الثاني زاد انتريسون اسمه الجوريثمز اليمينيتد
زوج تبع هما مهمين على الاخر دونك في الفري ادخل مثلا الانترنت شوف الريفيو نتاعهم شوف لي زافي نتاع العباد عليهم بكشف ما حاجه انا ما نعرفهاش ولا مثلا العباد يقولوا لك امشي لهذايا خير من هذايا مي هذوما الزوز ابدا بواحد فيهم سيرتو ممكن كومبيتيتيف بروجرامينغ 3 معروف اكثر معنا السؤال الثاني بارتي الثانيه شنو هي قال جي اس ولا حاجه هكا اي قالت الريكومندد بوك للالجوريثم والجي اس بالنسبه للالجوريثم هذوما كومبيتيتيف بروجرامينغ 3 انتريسون على الاخر كيف كيف الالجوريثمز اليمينيتد بالنسبه للجافا سكريبت انا اكتوالمون مانيش عامل عليه فوكس عامل عليه فوكس معناها نقرا بطريقتي العاديه اللي هي نقرا في لي تيوتوس على الانترنت وكل لكن ما دخلتش في الفاز اللي نقرا فيها بوك خاطر ماشي اكثر ونحط في وقتي اكثر في الباك اند اوكي نخدم انجولار وكل مي نخدم بك وفات عديت كور في كورسيرا انتريسون تاع انجولار وعندي نولج جي اس قريتهم برشا من اليوتيوب وقريت برشا من الانترنت دونك عندي البازيك اللي يخليني نخدم في خدمتي بار كونت لي تشالنج اللي يجوني في الخدمه في سي شارب يجوني اكثر برشا من جي اس دونك هذاك علاش زدمت على الكتاب سي شارب ان ديبث دونك فما شكون يتفرج فينا وقرا كتاب نتاع جي اس انتريسون حطوا لنا في الكومنتير انا بيجي نحب نعرف فمش كتاب حاجه به ثم سؤال اخر من ريان اسكو جافا سكريبت كيف باش نقوي بروبليم سولفينغ نتاعي اون جينيرال ولازمني نتعلم لونجاج اورينتي اوبجي باه نجاوب على البارتي الاولى كيفاش تحسن تحب تخدم بالجافا سكريبت تحسن بروبليم سولفينغ سكيلز ساهل برشا ادخل ساعه على جافا سكريبت بلاي ليست اللي عندي انا في اليوتيوب تلقاني عندي فيديو اسمه كيفاش نولي باهي في الجافا سكريبت تفرج فيها كيفاش تولي باهي تو سامبلومون العب بروبلم سولفينغ لكن بالجافا سكريبت امشي الليت كود ولا امشي الكود كود فورس ريت كي تجي تسبميت السوليسيون تاعك باللونجاج ما نعرفش كان تحب توا نحل اكزومبل قدامك دونك تو سامبلومون كي تجي تسبميت يعطيك شويه باش تختار اللونجاج راهو دونك فماش علاش باش ما تختارش ما نعرفش انا توا اسكو بارتاجيت البارتي الثانيه من الاكران ولا لا مي دونك كي تمشي الليت كود جست في الشوا نتاع البروبليم الشوا نتاع اللونجاج باش تخدم به سي بون اي بارتاجيت بيوز انا تو في ليت كود هذا بروبليم اسمه راشن دول انفلوبرز به ريت في الفوق في حاط كسر انا تو فما سي بلس بلس ولا لا حط جافا سكريبت مريجل هاي جافا سكريبت تخدم جافا سكريبت به ما لقيتش السوليوشن تحب تحسن في السكيلز داك تقعد في جافا سكريبت كي تمشي للديسكاس لهنا هايك زلت عليها انا تو باش تلقى لهنا دونك في التوب لازم تلوج جافا سكريبت باهي اغزل باش تلقى شكون كتب السوليسيون تاعو بالجي اس دونك هذا مثلا كتب لك قال لك جافا سكريبت سمبل دي اف اس بلس دي بي ميمورايزيشن حليت السوليسيون تاعو ساعات نشوف قداش من واحد فوت عليها 63 واحد تفرجوا فيها هذا 190 واحد تفرجوا فيها هذا 252 نشوف الريبيوتاسيون تاع السيد اللي عمل بوبليكاسيون دونك تلقى السوليسيون بالجي اس هاك من الفوق قال لك التايم راه او دو ان كاري والسبيس قال لك او دو ان اوكي دونك ان شاء الله نكون جاوبت على سؤالك مي هذا هو اخدم تبلوكا لوج لي سوليسيون تاع العباد تعلم تكنيك جديد راهو ساعات راهو برا فما تيوري راهو تصور روحك تخدم في بروبليم جراف من غير ما تعرفش معناها جراف انا نجم نقول لك نجم تضرب عامين ما نجمش تقدم حتى خطوه خاطر فما تيوريزم تعرفها اون فوا عرفتها اصدم تفرج العباد فاش قاعده كودي مره جاي كيف يجيك بروبليم فيه دي اف اس راك باش تفيق بها وحدك خاطر ديجا عرفت التكنيك دونك ما تقعدش بلوكين هالي ثلاث ايام هو كلامي صحيح وغلط اذا فقت باللي التكنيك هذيك تعرفها اقعد بلوكي خاطر لهنا مش مشكل تيوري مشكلة راك تعرف التيوري ما لقيتش الحل لكن اذا سبحان الله حسيت روحك سايي معناها ما لقيتش حتى المدخل شوف لي سوليسيون تاع العباد ما تضيعش روحك في نهارين خاطر تنجم تكون تيوري باش تعلمها باش تعدل حاجه اخرى البارتي الثانيه تاع الكيستيون سامحني بعد ما قرا لازم نتعلم لورنتي اوبجي ولا اي لازم تعلم لورنتي اوبجي وراه سهل لورنتي اوبجي بروبلم سولفينغ حاجه تسمى صعيبه لورينتي اوبجي حاجه كديبو ما نحكيش ديزاين باتر ومن بعد تولي تريتي من انترفاس وتولي فما بلاده وتولي فما فن في الخدمه بالورينتي اوبجي من نيفو بازيك انك تعمل ديز اوبجي وتعمل دي كونستركتور وتعمل دي ميثود وتعمل دي زينوم تعمل كود نظيف راهو البروغراماسيون اورينتي اوبجي راهي سهله راه تنجم تدخل على دبليو 3 سكول ولا تدخل على اي سيت اخر تقراها حتى في 3 4 ايام وتخدم بها بروجي ولا زوز راك تتمكن منها اوكي اذا كان ثم شكون عنده سؤال اخر يتفضل
اوكي نتصور ما فما حتى سؤال، جست نشوفه في الفيسبوك اذا كان فما سؤال، مو حتى في الفيسبوك ما فماش سؤال. به تصور ذات سيت. ميرسي يا رؤوف على الانفو سيشن هذه وعلى المعلومات المفيده ان شاء الله، وميرسي للناس الكل على الحضور. وكما قلت لكم بليك معنا غدوه ان شاء الله عندنا موعد مع 8 في موبايل ديفلوبمنت. الناس الكل I think we have a question. تنصحني بالكور CS 15 أنا وأنا مزيد beginner، كان إيه كيفاش نستغله للماكسيمو؟ أي أكيد ما نجمش نقول لك ليه معناها، خاطر كور طايرة على الآخر معناها، تفرش فيه ومن بعد تعدل وفوق كملت وتعدل حاجات أخرين، مي انتريسون باش تفرش فيه. يعلمك حاجات انتريسون، قلت لك فما شكون ساعات يجي في اونترتيان ما راهش يعمل فونكسيون ريكورسيف الكره ذاك، وساعات يدخل بك في ديتاي نيفو نتاع ديتاي ما تنجم تعرفه الا ما تكون اكسبير. ما بالحق هما ديتاي في الكور هذوك، ما انا بيجي انك نتفرج ما نعرفهمش معناها، نقول كنت نعمل في الحاجه هذيك لكن ما عنديش كان نيفو ديبر على الاخر نتاع الديتاي اللي في وسط السو، ابدا بيهم تفرج فيهم. اي اوكي ليتس ويت ميبي وي هاف انذر كويشن. تبع ما معناها كل ويك فيديو ولا نخدم كما نحب؟ بيناتي كان الريكومنداسيون تاعي تبع معاه بالتوبيك، اما من بعد سكو جو بروبوز انا توا انه تتبع الاوردر نتاع كومبيتيتيف بروجرامينغ 3. هذه بروبوزيسيون تاعي انا، تقرب بالشابيتر بالشابيتر باش يعطيك من الاول السورتينغ، وباش يقول لك البروبلمز اللي تخدمهم يسميهم لك ويفسرهم لك. دونك انت كي تهز اسم البروبلم تحطه في جوجل تيخرج لك في ليت كود ولا جيكس فور جيكس نفس البروبلم، كان تحب ترانيه معناها تشوف على يونت تيست على دي تيست ريال معناها كل شيء. سكو جو ريكوموند هو تبع الاوردر هذاك. فما بلاتفورم اخرى تحفونها برشا راهو اللي هي فرنسا اي واي، صحيح معموله للليسيان في فرنسا، مي يفو افوي لي نيفونا في تونس في الفاك بعيد على النيفو ليسيان في فرنسا. دونك راهي بلاتفورم انتيريسونت على الاخر، تعلمك بالمراحل الجراف الشورتست باث الدي اف اس البي اف اس الديناميك بروجرامينغ، كيفاش يو برينت ايتمز في ديناميك بروجرامينغ، كيفاش تخدم جريدي، كيفاش تخدم ادفانسد ريكورسيف فانكشنز. راهو فما دي فونكسيون ريكورسيف ساعات باش تلقى فورميل راسك يشيب معناها. سو اللي انا نتصور اللي تقراه امشي براتيكي عليه، ما تقراش وتعد ريكورسيف. قريت قريت الفيديو تفرجت الفيديو تاع الريكورسيفيتي برا الجوجل، اكتب ريكورجن بروبلمز تخرجوا لك، اكتب بعدها جيكس فور جيكس ولا ليت كود ولا كونفرس تخرجوا لك، اخدم 4 5 وتعد، ما تستخدمهاش وتعد. حتى تقرا كتب ديما انا نقرا، صحيح نقرا الكتاب نبعد على البي سي باش نرتاح عينيا وباش نرتاح، لكن ريت كي نقرا كتاب جو برون دي نوت باش من بعد كي نرجع للبي سي نرجع لك الورقه هذيك ونابليك لك الكود اللي كنت نقراه. مي بوغ افونسي ساعات تمشي للبحر تمشي نقرا 10 11 ورقه على نهار، فهمت كيفاش؟ دونك ديما كي تقرا حاجه امشي للبي سي من بعد، ما تعملش كليكتور. مانيش نقراو في الشعر نحن، نقراو في الليتراتور ولا في التاريخ، باش لازمك البراتيك. If you have another question تفضلوا. سينو اللي عنده كيستيون ما خرجتش اسئله توا جوست يبعث لي على اليوتيوب، دونك ادخلوا كودينغ بالتونسي شوف الفيديو اللي حاجتك بها. دونك عطيتكم برشا دي فيديو داتا ستراكشرز، برشا حاجات جراف تيوري دي جراف برشا حاجات. دونك الفيديو اللي تفرجت فيها ما فهمتهاش جوست اكتب لي كومنتير قول لي فسر لي الدقيقه هذيك ونجاوبك. حتى كان توا مثلا ما خلصتش تفرجت ولا باش تفرج بعد في الريكوردينغ ومن بعد حبست دي كيستيون فيل فري، تحب حتى لهنا في الفيسبوك جوست ماركيني اكتب ماركيني معناها باش نجم تجيني النوتيفيكيشن انت ماركيتني نرجع نجاوبك لهنا وكهو معناها. اوكي
واللي يحب يطلع معنا واللي يحب يقرأ في البرتون سكول عندنا سيسيون في سبتمبر إن شاء الله 20 نوفمبر، ونقرأ رانا نقرأ كل شيء معنا من الداتا ستراكشر والقراية كلها معنا بروجكت بيز والبروجيات الكل نحطوا فيها على الكتاب معنا البرتون. من الحاجات الباهية إنه تعرف كيش تقول لك معنا البورتفوليو والكارير متاعك كتديون كل شيء معنا براتيك، ونتعرضوا للحكايات هذوما الكل معنا من الداتا ستراكشر للالجوريثم معنا من السيرش الجوريثم والسورتنج الجوريثم والباينري واي حكايه معنا كيما اليونت تيست وبروغراماسيون اورينتي اوبجي، وندخلوا شويه ياسر زاد حتى في حكايه الديفوس معنا كوتي سيرفر كوتي اس اس اش واس اس ال والكومونيكاسيون. معنا حاجه طياره على الاخر معنا القرايه في البرتون سكول، واللي يحب يطلع اكثر نجم يدخل للسيت ويب نتاعنا البرتون سكول سلاش تي ان. وتفضلوا عندكم اي سؤال ولا اي حكايه تنجموا تتصلوا بنا على الباج فيسبوك ونجاوبكم بالحاضر ان شاء الله. اوكي جيست نحب نذكر معنا بالسي تي اف اللي حاب يبارتيسيبي مازال الوقت ترى تنجموا تخلطوا اكثر من 24 ساعه تو. ودونك موعدنا غدوه مره اخرى مع الموبايل سي جي تاع موبايل ديفلوبمنت، واذا كنتم انتم انتريسيد بسي جي بلوك تشين ولا الويب ديفلوبمنت ولا الماشين ليرنينج ديجا عندنا دي انفو سيشن مسجلين اللي هما تعدوا البارح وقلت البارح نجموا تشوفوا معنا التسجيل وتعاودوا تفرجوا فيه من جديد. وبقى لي كنقول لكم يلا بسلامه وميرسي رؤوف وميرسي ناس الكل على الحضور وملتقنا غدا ان شاء الله. جست حاجه بركه باش نزيدها بس سامحني يعطيك الصحه ديجا على يعطيك الصحه ديجا على الخدمه الكبيره. جست حاجه على انا ما كنتش نعرفها البرتن سكول قبل، وقبل ما نقبل اني نجي في سيسيون وكل سالت معناها عبيت اقرا غاديك وكل شيء باش ما قبل بصراحه معناها واحد ما نجمش يربط اسمه ولا اسم شان يوتيوب نتاعو بحاجه وتكون حاجه هذيك ماشي انتريسون. مي كي شفت البروجرام وشفت اللي هم يركزوا برشا على البروبلم سولفينغ ويعطيو حق السي والسي بلس بلس من الاول ويركزوا اكثر على المايند سيت اكثر، سالت معناها جي بخي لو طون باش سالت بصراحه معناها جو ريكوموند على الاخر من غير حتى حاجه انه تدخلوا البلايص العباد اللي تقريكم تعطيكم قيمه وتقريكم بالصحيح. مش الفايده في تدخل تقرا في بلاصه كومينيكاسيون، انا رسمك ممكن مثلا هولبرتون سكول مازلت ماهيش معروفه برشا في تونس. تنجم تدخل تقرا في بلاصه خاطر عندها اكثر عوام، تدخل تقرا غاديك وفي الاخر ما تحصل حتى شيء. دونك نصيحتي اون جينيرال كي تقرا في بلاصه ما تقراش خاطر عرضتك بيبليكاسيون في الفيسبوك ما حلاها، امشي اسال وقول لهم وريوني البلان ديتود نتاعكم واحكيوا لي عليه، وكان زعما نحب نقابل المدير يفسر لي راني انا ديبيتون. دونك ما عادش تمشيو تايشوا روحكم في اي بلاصه، جوست كي تمشي باش تقرا في بلاصه خذ الوقت باش تفهم البلان ديتود وباش تسال وباش يجاوبوك. وكان انا البلان ديتود خذيته في ورقه وما فهمتوش حاول اسال عباد دي زيكسبير حتى في لينكدين قولوا بلي راني نحب نقرا في ليكول هذه وليت كنت في الدومين بربي يقول لي اسكو البلان ديتود هذا باهي ولا حتى هو ينصحك ما عادش تعيش روحكم في نيجي. سو جود لاك بسام على تعملوا فيه ميرسي ان شاء الله. خلينا نعطي هيك لمحه للعباد على الحاجات اللي كيفاش معناها القرايه على البرتون. البرتون هي امريكان سكولز للعباد اللي ما تعرفهاش معناها الهيدكور نتاعها في سيليكون فالي في كاليفورنيا، وعندها برشا فروع من بينهم تونس وبريسك تو في 29 دوله من الميدل ايست للجنوب امريكا للاوروب. دونك الفورماسيون على عامين، العام الاول في الفاونديشن واللي هو نتعرضوا فيه للحكايات هذوما الكل معناها من الداتا ستراكشر للالجوريثم للبيج او البرفورمانس معناها والتايم وسبيس كومبلكسيتي حاجات مهمين على الاخر بازيك وتري امبورتون معناها وندخلوا في ياسر ديتاي مهمين. وإذا كما قال رؤوف معناها تحبوا تسألوا ولا تعملوا راهو السيت نتاع البرتون سكول معناها بيان ديتايي تلقوا فيه البروغرام بيان ديتايي معناها كل حاجة تلقاها موجودة غاديك. إذا كان أنتم معناها باقي مترددين تنجموا تشوفوا الجيت هاب نتاع ستودنت نتاعنا، وديجا باش نذكر اللي الانفوسيشن نتاع الماشين ليرنينغ والبلوك تشين معناها ستودنت تنجموا تدخلوا تتفرجوا على الانفوسيشن وتشوفوا معناها الكومبيتونس نتاع اور ستودنت معناها هذه حاجه مهمه على الاخر. وتفضلوا اذا كان اي حاجه اني ستودنت معناها في البرتون سكول كونتاكتوني نجم نجاوبكم على كل شيء ان شاء الله. وتعالوا للكامبس معناها في اللاك 1 ومرحبا بكم الناس الكل. دونك تو نتصور سي تو معناها اذا كان مثلا عندكش كلمه رؤوف. لا لا سي يعطيكم الصحه. اوكي مريقل ان شاء الله سيدي ليلتكم زينه وملتقانا غدا على 8 ان شاء الله. اذا مرحبا بكم الناس الكل يلا تشاو تشاو الناس الكل على خير. تشاو تشاو.